السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنفتتح مع بعض مؤتمر البيم، وإن شاء الله هيتكلم فيه 8 محاضرين، وإن شاء الله يكون أسبوع مثمر بإذن الله، وكل واحد فيهم بيتكلم في حاجة هو متخصص فيها وحاجة قوي فيها، فإحنا مقسمينها بينا وبين بعض بحيث إن يبقى الأسبوع مثمر، ما يبقاش فيه تكرار للكلام إن شاء الله. وأتمنى إن شاء الله تكون المحاضرات مثمرة. وعلى فكرة إحنا لما بنختار المحاضرين، يعني القاعدة عندي إن أنا لازم كل اللي أنا أختارهم يكونوا أفضل مني، دي قاعدة سواء في البيم أريبيا كالمجلة أو المحاضرين أو كده، فإن شاء الله هتستفادوا جدا جدا بالمحاضرات دي بإذن الله. وإن شاء الله هيبقى في سلسلة محاضرات خاصة بالعمارة، خاصة بالإدارة، خاصة بالاستدامة، أي حاجة تفيد المهندسين والإداريين إن شاء الله نتكلم فيها بإذن الله. طيب هنبدأ إن شاء الله هنتكلم على اللين أند بيم. هو اللين نظام من أنظمة الإدارة، يعني احنا برضه بنتكلم على الاداره بس خصصنا الكلام على اسلوب من اساليب اللين. ليه اتكلمنا عن اللين بالذات؟ هو فيه اساليب كتيره جدا جدا من اساليب الاداره، وكل واحد بيختار الاسلوب اللي هو افيد ليه واللي هو حاسس بالفايده بتاعته. بس هو حاليا اللي منتشر بالذات في الخليج مثلا وفي قطر والامارات والسعوديه، هو بدأوا يتجهوا للين. اللين هو بيحاول يقلل الفقد وبيقلل الهالك اللي في المشروع. فده نظام إدارة أصبح معتمد، جربوه في قطر ونجح، وجربوه في كذا مكان ونجح، بس عشان أنا في قطر فبقدر بالأمثلة في البلد اللي موجود فيها. ففي مشاريع كانت شغالة بالإدارة العادية، وراحوا لما اقتنعوا باللين راحوا منزلين في 13 مشروع كبار جدا في قطر، اتقال لازم يتسلم أو يدار بأسلوب اللين مانجمنت. تمام؟ طيب أنا هتكلم على أسلوب اللين مانجمنت وهقول لك إزاي تستفاد منه جدا في حياتك الشخصية، يعني حتى في المكتب بتاعك، في المكان اللي انت قاعد فيه، في كل حاجة ازاي تطبقه. احنا بنطبقه بشكل قوي جدا في بيم اريبيا، وبيفيدنا كتير جدا في ان هو ينظم لنا المحاضرات بتاعتنا، وبينظم لنا المقالات، وبينظم لنا الشغل بتاعنا. فده اللي احنا هنتكلم فيه، اللي هو اسلوب من اساليب الإدارة. اسلوب من اساليب الإدارة اسمه لين مانجمنت. هو بيعمل حاجات كتيرة، والبيم بيساعده في ان هو يوصل للأهداف بتاعته. انا اسمي عمر سليم. طيب هي كلمة لين هي كلمة واحدة، مش كل حرف لها معنى، بس هو على أساس إيه تفتكر الكلام الناس عملوها بشكل دوت. فهي كلمة لين هي كلمة لين اللي موجودة، تمام؟ وكلمة لين الترجمة بتاعتها ممكن نقدر نقول للإدارة الرشيقة، إزاي تقدر تبقى إدارة قوية وفي نفس الوقت رشيقة ومرنة. فإحنا في اللين في عندنا 4 حروف، بس هي كلمة واحدة، يعني هي في الإنجليزي كلمة واحدة، مش كل كلمة جمعناهم، لا هي أصلا كلمة واحدة. في إن إحنا نقلل الحركة الغير ملهاش لازمة، نقلل فترات الويتنج. يعني اصلا في حته كده مشهوره جدا في الشغل بتاعنا، يقول لك ايه، انا هبعت حاجه وهنتظر ان هو يرد على الار اف اي دي في 21 يوم. يعني ايه استنى يرد على مكان هيتحط او عمود 21 يوم؟ ما دي حاجه غلط جدا، تمام؟ فلازم يكون في طريقه ان انا اوصل للمعلومه اللي انا عايزها في نفس اليوم، مش بعد 21 يوم. لو ان انا استنيت 21 يوم خلاص المشروع، امال هنعمل ازاي المستشفى بتاع الصين اللي تم في 9 ايام؟ تمام؟ وعايزين نعمل مثلا في حرف تاني اي انهانس، هبدا اعمل تحسين للكواليتي، تحسين للسيفتي، تحسين للبرفورمانس. كل الحاجات دي بيتم التحسين حتى لو 1%، 1 من 1000، بس هو تحسين مستمر. الكايزن هو اسلوب كده من اساليب الاداره، هو اللين اسلوب اداره ياباني وبداته شركه تويوتا، وهنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. اناليسيس، بنبدا نحلل كل حاجه موجوده، الاماكن الحاجات موجوده ازاي، الاستاندر اللي موجود، الدليفري، الويست، نبدا نحللها بحيث ان احنا نقلل الويست، ننظم المكان اللي موجود وهكذا. نيوميريكال كنترول، بنقدر نتحكم في الحاجات كلها، عارفين كل حاجه، الاداء قد ايه، البروسيس، الستاتس، الكي بي اي، فيجوال مانجمنت. طيب فواحد يقول لي احنا هنشتغل بالبيم ولا هنشتغل باللين؟ لا، هقول له احنا عندنا 3 حاجات. اللين ده اسلوب اداره، اسلوب اداره بيقول لي اعمل كذا واعمل كذا عشان توفر الوقت. المشروع اللي هو بياخد 5 سنين ممكن نعمله في 2 سنين. المحاضره اللي ممكن تتقال في 3 ساعات ممكن نقولها في نص ساعه ويكون فيها كل المعلومات اللي احنا محتاجينها. البيم هي العمليات اللي هنقدر نستخدمها في اللين بحيث ان احنا نزود الانتاجيه وفي نفس الوقت نقلل الفاقد. البيم لوحده كفايه؟ لا، لازم برضه يبقى عندنا فهم لتقنيه اللين ونستخدمها في حياتنا. تمام؟ في سؤال هيسال في اخر المحاضره، انا عارف الاسئله اللي بتسال في المحاضرات اللي زي دي. هيقول لك شهادات ومش شهادات. لو انت فاهم فكره اللين وتطبقها في حياتك هتدخل اي شهاده وهتلاقي الموضوع سهل جدا. يعني واحد صاحبي محاضر في البي ام بي،
لما راح ادى محاضره في روسيا، كل ما يقول حاجه لاقيهم بيبصوا لبعض ويضحكوا، اتاري هم اصلا بيطبقوا البي ام بي، فكانه هو بيقول لهم بصنا الصبح، اغسلوا ايديكم الصبح، كل الحاجات دي بالنسبه لهم سهله جدا لانهم عايشينها، عكس لما اقعد احفظك الكلام وانت ما طبقتوش فانت بتحفظه بعجوبه، وحتى لو انت شغال بقى باسلوب تاني فهتجاوب غلط. تمام. عندي بقى حاجه قويه جدا في العقد كونتراكت اللي هي الاي بي دي اللي هي انتجريتد بروجكت ديليفري، يعني احنا كلنا متكاملين واحنا كلنا بنتعاون في ان احنا نطلع شغل بشكل كويس، بنتعاون مع بعض ان احنا كلنا مسؤولين ان المشروع يخلص، ما فيش حاجه اسمها كل همي ان انا ارمي المسؤوليه على الاخر، لا ده فلان هو اللي غلطان، فلان هو اللي غلطان. ومن اول يوم بكلنا اطراف المشروع، الناس اللي مسؤوله عن الفاسيلتي مانجمنت اللي هو اخر حاجه في المشروع موجودين معانا، الناس اللي مسؤوله عن الاستدامه موجوده معانا. حصل مشكله في مشروع انا كنت شغال فيه، ما كانش المسؤول عن الاستدامه بيحضر، مش غلط منه، الناس كلها بتقعد تقول لك بتوع الاستدامه دول بيغلسوا علينا وبتاع، ما كانوش بيبعتوه في قلب الايميلات ان هو يجي. فجه في اخر مشروع ما كانش بيحضر الاجتماعات نتيجه ان هو ما كانش بيعرف بيها، ودي غلط كبير جدا، وانا كنت يعني بحاول ان اتصل بكل الناس انا ما حدش بعت لي انفيتيشن وانا عندي مكان تاني. ففي اخر المشروع قال لهم لا كل التصميمات دي غلط، فاحنا محتاجين ان احنا نغير المساحات اللي تم البناء عليها وهنصغرها. فطبعا تغيير حجم المبنى اثر على الشغل المعماري، واثر على الشغل الانشائي، واثر على شغل الكهروميكانيكال وعلى الحسابات، وعاد الشغل ووقت الاعاده اخذ وقت اكتر من وقت التنفيذ. فده لازم نستخدم موضوع الانتجريتد بروجكت ديليفري لو احنا عايزين نخلص المشروع. طيب حد فاهم الصوره دي اقصد منها ايه؟ الصورة دي إن شاء الله يعني تخلي فكرة اللين دي في دماغك ما تنساش. فكرة اللين إن أنا بشفي اللحمة، إن أنا أنت أديك لحمة ما فيهاش شبت، ما فيهاش عظم، ما فيهاش حاجة خالص، حاجة مصفية. بدل ما أنت بتاخد حاجات ما لهاش أي لازمة، أو وقت المشروع بيبقى فيه مهام كتيرة ما لهاش لازمة، ونذكر أمثلة عملية، أنا كل اللي أنا أقوله عملي. تمام؟ حاجات أنا عشتها حتى لو بعيدة عن الكونستراكشن، بس حاجات عملية. إحنا في الشغل بتاعنا عايزين ندي للعميل حاجة مشفية. طب اقدر اعمل لك المشروع بتاعي، انا كيتو وعايز حاجه فيها دهن اكتر من لحمه، خلاص هو ده طلبه، فخلاص احنا من اهداف اللين اكتر من الاداره العاديه او البي ام بي او كده، ان احنا نرضي العميل، ان احنا حتى لو في خساره بالنسبه لنا بس ان احنا نكسب عميل، وان احنا نعمل شغل العميل يكون راضي عنه، ده اللي ممتاز. تمام. طيب لو حد فاكر المشهد دوت اكتب لنا كده في الكومنتات. حد فاكر المشهد دوت؟ مشهد شينكل ده من فيلم بتاع فؤاد المهندس اللي هو ارض نفاق، القصة يوسف السباعي. تمام. اللي هو شينكل، كان في شينكل ب2 مليم او ب3 مليم، قعدوا يعملوا لجنه، واللجنه شكلت لجنه، وعملوا لجنه منبثقه والحاجات دي كلها. طب ليه؟ ما هو ده اسلوب اداره خاطئ، فاصبح الموضوع كلف شركة كتير جدا، بينما كان ممكن اي حد يتصرف في الموضوع ده ونعديه، او ان احنا ما نقعدش نضيع وقت المنظمه والورق والكلام ده كله. فدي فكره ان احنا مش عايزين الموضوع دوت. ايوه مظبوط باشمهندس سامع، الاربعه مليم عشان كده صرف 400 جنيه. تمام. طبعا 400 جنيه في الوقت بتاعنا في حدود 400,000. تمام. فلا احنا مش عايزين كده. انا مره كنت رايح اعمل حاجه في حاجه حكوميه يعني شهاده ميلاد ابني، فقال لي لا ده انت لازم نعمل بدل فائد وبتاع، فلازم ايه تيجي لنا بعد 15 يوم. 15 يوم ليه؟ ما انت عايز تمكن بالكمبيوتر تاكد ان هو ما سجلش قبل كده. قال لا هو الروتين عندنا 14 يوم، ولا مش فاكر 21 يوم، تقريبا 21 يوم، واضطريت ان انا امد الاجازه بتاعتي وحاجات زي كده. فلو احنا فضلنا نشتغل بالاسلوب دوت 21 يوم، اه مظبوط مش انت بيقول 21 يوم عشان تعمل بدل فائد، لو احنا فضلنا بالاسلوب ده عمرنا ما هنتطور. طب ليه؟ ما هو الكمبيوتر موجود تتاكد الحاجه موجوده. فلو انت فضلت تشتغل طريقه تفكيرك هي نفس طريقه تفكيرك، يبقى برضه هيحصل نفس التاخير في المشاريع، يبقى هيحصل نفس النتائج، وكل المشاريع اللي احنا بنعملها بيحصل فيها تاخير. تمام. فلو احنا بصينا كده، ده تحليل كده للشغل بتاعنا، فبنلاقي ان في وقت ديزاين بنقعد مثلا اسبوع، بعد كده بنستنى الاشخاص الاخرين يعملوا الشغل، ففي فتره ويت اسبوعين ثلاثه، وبعد كده نبدا نشتغل، وبعد كده في فتره تخزين، وبعد كده نستنى ويت. فلما جم يحللوا لقوا ان اغلب المشروع نون فاليو. يعني ايه نون فاليو؟ يعني ما بيضيفش قيمه للمنتج النهائي او للمالك. اغلب الشغل اللي موجود حاليا ما بيضيفش قيمه للمشروع. في نوع كبير جدا من الباور بلاننج اند سكادول، في تاخير في اتخاذ القرار، في اخطاء اثناء التنفيذ، في اخطاء في اثناء التصميم.
فعندنا مشاكل كتير جدا في مجال الكونستراكشن محتاجين ان احنا نبدا نفكر فيها. احنا فوجئنا لما بنيجي نشوف الاستبيانات، الاستبيان ده من 2002 بس لقيت حتى الاستبيانات الجديده تقريبا نفس الارقام، ان 90% من المشاريع بتتعدى التكلفه بتاعتها، ومشاريع كتيره جدا بيبقى فيها ريورك، ومشاريع كتيره جدا الراجل بيقول لك لا بس انا مش قادر ادفع، وقفوا الشغل على كده. ده بيحصل كتير ان الراجل يقول لك لا انا كنت عامل حسابي في 2 مليون فانا دفعت ال 3 مليون ولسه المشروع في نصه مش عايز. يعني سيدني مثلا تكلفته في الوقت اخذ 15 مره اكتر من كان مخطط ليه، الشانل تانل كلف تكلفته اكتر ب 80%، البوستن تانل تكلفته كوست 196%. جامع السلطان حسن، جامع السلطان حسن هو خلص تقريبا نفس اللي كان تصميمه، هو بس كان اختلاف عدد المنارات، بس هو في اخر مشروع سلطان حسن زهق وقال لهم لولا ان يقال ان سلطان مصر مش قادر يكمل الجامع كنت قلت لكم اقف الشغل فيه، انا تعبت. يعني هو سلطان حسن نفسه الملياردير اللي معاه خزائن مصر كلها يعني قال لك لا ده انا صرفت كتير قوي والتكلفه اتعدت بكتير جدا اللي انا كنت مخطط ليها. واحنا لو جينا نبص على الصناعات الاخرى هنلاقي ان الانتاجيه بدات تزيد كتير جدا في السيارات في الموبايلات، بينما الانتاجيه في المجال الكونستراكشن بيقل مش بيزيد. طب الناس الثانيه دي بتستخدم ايه؟ يعني انت شايف واحد صاحبك كان جسمه ضعيف زي حالتك ومره واحده بقى عضلات، ايه اللي هو عمله عشان يوصل كده؟ واحد مره واحده لقيته خس جامد، عمل ايه؟ عمل نظام كويس. طب انا عايز اعرف النظام ده عشان اعمل زيه. فاحنا بدانا نشوف الناس الثانيه بدات تعمل ايه، الناس الثانيه بدانا نشوفهم انت عندكم نفس الهدر اللي عندنا. فقال لك احنا في مجال الصناعه الفاليو ادد اللي بتضاف للمشروع 62%. طب انا عندي كمجال كونستراكشن اللي هي في الاحصائيات 10%. لما جينا نشوف السبورت اكتيفيتي، يعني اكتيفيتي مش الملك مش عايزها وملوش دعوه بيها بس هي مهمه، لقينا 12% في المصانع بينما 33% في كونستراكشن. لما جينا نشوف الهدر لقينا في المجال المصانع 26% وعمالين شغالين هم يقللوها، بينما في مجال الكونستراكشن 57% ضايع. تمام، فاحنا عايزين نوصل لنتيجه قريبه من المصانع. فبدانا نسالهم قالوا لنا احنا بنستخدم حاجه اسمها اللين. قلنا لهم اللين ده بدا امتى؟ قالوا لنا اللين ده بدا مع بدايه تويوتا سنه 1948، حاجه اسمها توتال برودكشن سيستم. في حاجه بدات قبل كده اللي هي الثوره الصناعيه، وبعد كده بدا فورد بتاع السيارات، لان السيارات ممكن تتعمل مثلا سياره في 10 ايام قدر يوصلها ان هو ممكن يطلعها سيارتين في اليوم، ففرق كبير جدا في الانتاجيه، فعمل طفره كبيره جدا في صناعه السيارات. بدل ما كانت السيارات ما حدش بيقدر يعملها غير المليارديرات، بدا اي حد يقدر يبقى عنده سيارات. وبدا السر بتاع تويوتا يتنشر في كتب زي ماشين ذات شينج ذا وورلد، ذيس از ذا لين، و 14 قاعده للين. الكتب دي بدات تنتشر. تويوتا اصلا عشان بس بدايتها ما كانتش بدايه شركه سيارات، بدات بدايه واحد كان عايز يساعد امه، هي عندها مكنه خياطه فهو كان عايز يساعدها في الموضوع الخياطه، وبدا ان هو يطور وازاي يطور الفكره تحت ديت. فبدا يعمل يشوف الموضوع المصنع ويشوف موضوع المكنه والحاجات دي كلها، واعتبر عمل اول حاجه في الذكاء الصناعي ان هو قدر يعمل لما الخيط يخلص المكنه تقف ما تفضلش شغاله وتاخد طاقه وتاخد كهرباء وهي ما بتنتجش. فدي كانت من ضمن اول حاجات من انواع الذكاء الصناعي. فاحنا بالنسبه لنا اللين ده عباره عن زي هرم كده، لازم في قاعده موجوده، لو مش موجوده كل ده ملوش لازمه. اول حاجه قاعده عندنا اللي هي التفكير على المدى الطويل، ما تفكرش ان انت تكسب دلوقتي، او ما تفكرش مثلا ايه اسهر الناس او ان انا عايز اكسب، لا القرارات كلها تبقى على المدى الطويل. البروسيس بنبدا نشوف العمليات اللي هتتم، الاشخاص، في قاعده هامه جدا احترام كل الاشخاص من اكبر واحد لاصغر واحد، لازم عامل النظافه يقول احترامه، العامل الصغير احترامه، لازم اكون حريص ان العامل اللي شغال فاهم احنا بنعمل ايه، ما فيش حاجه اسمها اعمل وخلاص، لا العامل بنقعد معاه مش بقول لك رئيس العمال، لا العمال نفسهم في طريقه هنتكلم فيها دلوقتي بنجيب لهم كشك كده، بس مش كشك سجاير، لا كشك بيم، هنعمل كشك بيم. وعلى فكره انا شفت عقود قبل كده المشاريع شرطين فيها يبقى في كشك بيم، تمام، فدي حاجه بقت موجوده هنتكلم فيها ان شاء الله. وحاجه برضو بعد البيبول البروبلم سولفنج، ان المشاكل بتتحل ونقدر نحل بشكل مستمر، ونقدر نحل 1% وبعد كده 2% ونص في المية. لو حاجه هتحل لي 5 دقائق حلو، وحاجه ثانيه تحل 10 دقائق حلو، وهكذا بحيث ان احنا نلاقي نص اليوم توفر. ما فيش حاجه اسمها قد الجايزه لواحد عشان بيسهر،
انا شفت في شركات كده الناس دي تاخد تقييم عشان هي اكتر ناس بتسهر. طب ما التاني اللي تخلص الشغل المطلوب منه وما سهرش ده المفروض اكتر واحد يتكافئ. يعني الشغل خلص واحد قعد فيه مثلا 100 ساعه وخد شغل اضافي وخد فلوس اضافي والتاني ما قعدش بس خلص الشغل بتاعه، طب نحترم مين او كده؟ لو في اي حاجه حد يكتب لي في الكومنتات يعني. تمام انا بقرا. طيب اللين كونستراكشن في هدر كبير جدا، احنا عايزين نعظم القيمه اللي بتخرج للناس وعايزين نقلل الهدر وعايزين يبقى فيه سموث في العمليات اللي ورا بعض، دي فكره اللين. فاحنا بنلاقي ان احنا عندنا في كونستراكشن في كل مرحله، في مرحله الديزاين، في مرحله الكونستراكشن، في مرحله الاوبريشن عندنا مشاكل، المشاكل دي اتحلت في الصناعه. ايه الحلول اللي تنفع معانا اقدر اجيبها؟ باشمهندس سامي بيقول اغلب الشركات بتعمل كده للاسف، انا شفت ناس بتدي شهادات تقدير عشان واحد بيسهر او واحد بيعمل يعني اوفر تايم. تمام. طيب لو احنا جينا نشوف المبنى دوت، انا اخترت المبنى في مشاريع كتير جدا اتعملت باللين مانجمنت وموجوده في الخليج وموجوده في كتير جدا، بس انا اخترت المبنى ده تحديدا لان هو مبنى امباير ستيت بيلدينج، ده من المباني المشهوره في امريكا، والمبنى ده كان فضل فتره طويله هو اطول مبنى في العالم كله لحد ما اتبنى برج خليفه ومبنى كبير جدا. المبنى ده اتبنى في مارس 1930 يعني قبل ما فكره اللين تطلع، يعني هي مش اختراع ياباني، لا هي الفكره كلها ان مبادئ في الوقت. هو المبنى ده كله رغم ان هو كبير جدا ورغم ان هو كان من اكبر ابراج على مستوى العالم وزي ما شايف كل الابراج اللي حواليه اثر منه، اتبنى في سنه و45 يوم، انجاز ما بعده انجاز. تمام. ولذلك هو ظهر في اغلب الافلام، يعني ظهر في اعتقد ده فيلم هونج كونج، ظهر في سبايدر مان، في هاري بوتر، اغلب الافلام ظهر فيها المبنى ده، افلام كتير جدا يعني لو حد عايز يقول اسامي الافلام يكتبها في الشات، بس هو في افلام كتير ظهر فيه. التصميم نفسه خلص في اسبوعين، يعني هم عملوا التصميم كله في اسبوعين. طيب احنا بقى بنبدا في اللين، بقى بنفكر ازاي، بنفكر ايه الحاجات اللي فيها هدر وهنبدا نناقشها مع بعض. يعني في تولز موجوده، يعني هو مش بيقول لك قلل هدر وخلاص، لا بيديك ادوات وبيديك حاجات تفكر بيها بتسهل عليك ان انت تعرف فين المشكله وتعالجها. والبيم لو سمحت ما حدش شغل فيديو نحاول. تمام. طيب الليد بيعمل ايه؟ بيقلل الويست، والبيم بيعمل اداره للمشاريع، فبكده بنقدر نوصل لحاجه كويسه جدا. طيب الويست عندنا ويست في الوقت، عندنا ويست في الجهد بيبقى متكرر، يعني انا كنت قبل كده شغال بيم وبضغط الزر بيطلع لي الحصر، ففوجئت بناس موجوده معايا في الموقع بتعملوا ايه؟ احنا بنعمل حصر، جايبين خمسه بيعملوا الحصر وانا بطلعه لهم اصلا، انا مش محتاج حاجه خالص، هو جايب خمسه جهد اضافي بيعملوه قاعدين سهرين طول اليوم، وانا كده كده هبعت لهم جدول اكسل في الحصر جاهز. في حاجات بيبقى ري وورك بعد ما بتعمل بيقول لك اعمل حاجات ثانيه وهكذا. طيب الويتنج، انت قاعد بعت ار اف اي ومستني الرد يجي لك 21 يوم. تمام. يعني في مشاكل كتيره جدا بتقلل ان في هدر كتير، وان بدل ما المشروع بياخد مثلا سنتين لا ممكن ياخد 10 سنين لان في هدر في الوقت. تمام. انا مش عايز اذكر اسامي المشاريع بس انا شفت مشاريع كتيره جدا بتتاخر، وانتوا اكيد ادرى مني بالموضوع ده. طيب بنبدا نشوف مثلا ايه اي مهمه موجوده من ضمن الافكار بتاعت اللين اللي احنا هنناقشها كتير. كل حاجه لازم تبقى مكتوبه، كل تاسك مين اللي المفروض هيعملها، مين السكوب بتاعه، مين اللي هياخد وقت فيها قد ايه، الكوست قد ايه، الكواليتي، السيفتي، وهكذا، بحيث ان انا يبقى عندي كميه معلومات واقدر انظم الافكار بتاعتي. طيب هندخل بقى في المبادئ. الكتاب ده مهم قوي، ذا تويوتا واي، ده من اللي هو فيه 14 مبدا لاداره المشروع. ال 14 مبدا دول ينفع تطبقهم سواء في المجال الاوبريشن او مجال المصانع او مجال التشغيل، وفي نفس الوقت نطبقهم في مجال الكونستراكشن. يعني انا هنا مركز على الحاجات اللي ينفع تطبق معانا في مجال الكونستراكشن، وكل واحده فيهم هنتكلم الفكره بتاعت ايه. الفكره الاولى، القاعده الاولى، ان انت تفكر على المدى الطويل، تتبنى فلسفه اللونج تيرم. يعني ايه؟ يعني هنأجر ولا نشتري؟ يعني احنا محتاجين سيارات، نأجر ولا نشتري؟ لو أجرنا هتدفع إيجار مثلا 1000 جنيه وبتاع، لو اشترينا هتبقى موجوده معانا وهنستخدمها كتير. طيب أني الأفضل نبدأ نقارن؟ تمام؟ بس طول الوقت أنت تفكر في المدى الطويل، ما تفكرش في المدى القصير، ما تقولش أنا هدفع دلوقتي قليل بس بعد كده هتدفع كل سنه، إنما لما هتشتريها هتبقى معاك. ففكر على المدى الطويل في كل الحاجات بتاعتك. ممكن يكون المشروع ده ما فيهوش مكسب كتير بس هيجيب لك شغل كتير بعد كده، فتبدا تتبنى الفكره المشروع دوت.
حتى لو مشروع صغير ما تعملهوش من غير ما تطبق عليه اللين، ومن غير ما تطبق فيه البيم، ومن غير ما تطبق فيه الافكار بتاعت الشركه. مبادئ الشركه لازم تطبق عليه، وما تفكرش كل فكرك لا ده المشروع ده مش هيكسبني كتير فخلاص نكروته وبتاع. لا، لازم الناس كلها تبقى متدربه وشغاله بنفس الجوده. القاعده الثانيه كونتينوس بروسيس فلو، تبدا ترتب العمليات بتاعتك بحيث ان يبقى يكون في مسار ويكون الحاجات مترتبه، وده هيوصل لايه وده هيجيب منين وده هيروح فين وهكذا. فلازم تكون في العمليات وكل واحد عارف ايه العمليه اللي قبليه وايه العمليه اللي بعديه. في حاجه اسمها بول سيستم، اللي هو ايه، انا هتجنب الاوفر برودكشن، انا مش هنتج حاجه اكتر من المطلوب. انا لما هيجي لي ناس طالبه حاجه هكون جاهز ان انا اطلع لهم الحاجه دي في نفس اليوم، مجهز ان انا اقدر اطلع لهم الشغل، بس مش هنتج حاجه زياده عن المطلوب مني. تمام. هو في المصانع يقول لك ايه، انا مش هقعد انتج حاجات واقعد ادور على مخازن واقعد اخزنها، ممكن تقعد عندي وممكن تخسر الحته بتاعتي تنتهي، وممكن اضطر ان انا ارميها. واحنا شفنا ازمه البترول اللي حصلت من شهر تقريبا في امريكا، ان هو عنده بترول وسعر البترول ضرب خالص بقى قليل، فبيقول لهم عملوا كده يا اخوانا، اي دوله عايزه تاخد البترول تيجي وتاخده، يعني تيجي تاخده ببلاش. تمام. لان انا ما عنديش مكان اخزن فيه. فدي عملت لهم مشكله جامد جدا، ان هو بينتج اكتر من المطلوب، المطلوب وقف ونتيجه مشاكل كتير. طيب احنا بالنسبه لنا بقى هنتكلم فيها ازاي في موضوع البيم او موضوع الكونستراكشن. الموضوع ان انت مطلوب منك اللوحه، مطلوب منك اللوحه ال او دي 200، ما تعمليش ال او دي 250 او 300، مفيش حاجه اسمها 250. لو طلب منك ال او دي 300 تلتزم بال 300. لو انت بتسلم ديزاين ما تسلمش حاجه تفاصيل اكتر، لان انت بتسهر الناس وتتعبهم بحاجه مش مطلوبه. انت التزم بالحاجه اللي مطلوبه منك دلوقتي. انا كنت شغال في شركه والمسؤول عن قسم الميكانيكال عايز يطلع قبل ما المعماري يخلص، عايز يعمل ايه؟ انا خلصت قبليه. طب ما هو ما ينفعش خلص قبليه، لان هو لو غير اي حاجه انت تغير الشغل بتاعك، فلازم نمشي ورا بعض. ما ينفعش انا اكون شغال مثلا بطلع اي اف سي وشو درونج وعايز اسبق الديزاين، الديزاين لسه مخلصش ومديني مثلا جزء من الشغل او لسه ما تم الشغل، واقول لا ده انا هخلص قبليه. اخلص قبليه ازاي؟ ما هو انت مش مطلوب منك دلوقتي غير المرحله دي، لما تخلص خش في المرحله اللي بعديها. فلازم تنظم الجهد بتاعك، ما تعملش اوفر برودكشن. عندي برضو الورك لود، الورك لود ليفل. دلوقتي انت مثلا عندك الناس، ممكن تقول ايه، انا ممكن هم المكنه اللي عندي مثلا بيطلعوا 10 حتت في 10 ساعات، انا سهرهم 24 ساعه عشان يطلعوا 24 قطع. طب ما هو المكن مش هيقف، هيتحرق. انت لازم تنظم ايه الحاجات اللي المفروض تتعمل منك دلوقتي، الورك لود بتاعك وهكذا. فنبدا نفكر، هل احنا محتاجين دلوقتي نزنق الناس ولا هنسهرهم كتير، ولا هنزنقهم في اخر اسبوعين في التسليمه بينما الشهرين اللي قبليهم كانوا نايمين؟ طب ممكن نظبطها وهكذا. فبنبدا نشوف موضوع اللود بتاعنا نبدا نتحكم فيه. طيب خلي عندك ثقافه اسمها ستوبنج تو فيكس بروبلم. انت ممكن مره واحده تلاقي في مشكله كبيره جدا ملهاش حل. ليه؟ لان كان في مشاكل صغيره ورا بعض انت قلت لا كمل 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 كمل، مره واحده العربيه مش قادره تشتغل. فلا، يبقى عندك ثقافه ان اصغر عامل يقدر يقول لاخوانا احنا عندنا مشكله، لو سمحتوا اقف الشغل لحد ما نحل المشكله دي. فنبدا نشوف الحلول ونحل المشكله. فلازم يبقى عندك ثقافه ان ما فيش حاجه اسمها لا احنا شغالين 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 المهم نطلع المنتج وفي عندك اخطاء بتحصل كتير. لا، لازم نبدا نشوف الحلول ونبدا نشوف اي مشكله بتظهر، لازم نعترف بالمشكله، لازم نعمل على حلها، لازم نلاقي حلول ان المشكله دي ما تتكررش تاني. دي كده يبقى انت خلاص المشاكل دي مش هتتكرر تاني، ويبقى عندك ثقافه ازاي تتعامل مع المشكله دي بعد كده. المبدا السادس ستاندرد، يبقى عندي ستاندرد للتاسكات للبروسيس لكل الشغل بتاعنا، كل حاجات ثابته. تمام. ده هيسهل عليك الوقت ويوفر عليك وقت، والناس كلها تبقى فاهمه الشغل بيتم ازاي والحاجات دي كلها. المبدا السابع اللي هو الفيجوال كنترول، وده اكتر حاجه هيبان فيها البيم، ان انت بدل ما تقعد تكتب لي لا للتدخين نو سموكينج وتكتبها لي باللاتيني والفرنساوي والهندي، انت لو عملت صوره سجاره وعليها علامه اكس خلاص الناس عرفت ان التدخين غير مسموح به في المكان ده. فانت حاول تستخدم الفيجوال كنترول، بدل ما تقعد تقول للناس كلام كتير لا انت خلي كل شغلك على ال 3 دي وال 4 دي، بدل ما تقعد تشرح وتديهم لوحه 2 دي وتديهم حاجات مرسومه بخط ايد، لا اعتمد على ال 3 دي وال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وهكذا. طيب المبدا الثامن يوز اونلي ريلايبل تيستد، استخدم التكنولوجيا اللي اثبتت فعاليتها، ما تجريش ورا اي موضه بتطلع وانت قاعد كده
قال لك ده في حاجه حلوه قوي طلعت اسمها كذا، طب خلاص هنجربها عندنا في الشركه، والشركه كلها تحول. خلينا مثلا البيم مثلا، لسه البيم احنا ما نعرفش ايه هو، وانا قاعد كده مع الناس ده بيقولوا ده في تكنولوجيا اسمها البيم، طب يلا اشتغلوا عليها. طب ما ممكن تطلع غلط، ممكن تكون مش مناسبه لينا، ممكن تكون مناسبه لشركات صغيره ومش مناسبه للكبيره، فلازم اجربها، اجربها على مشروع صغير، اجربها على جنب، اجربها عندي في البيت وهكذا، واشوف المشروع ده هينفع معايا ولا لا. لو اثبت فعاليته ابدا استخدمها، ابدا اسال الناس اللي حواليا، اسال الناس على النت، لما استخدم التكنولوجيا دي بقت حلوه ولا لا. يعني اللين ده لما سمعنا عنه نبدا نشوف، انا مثلا كنت رحت اعمل عمره ولقيت فيه محاضره عن الاجايل، طب اخد ده اسمع، طب اقتنعت ما اقتنعتش، ابدا اشوف انا الافضل بالنسبه لي، وممكن ناخد بحته من دي واخد حته من دي، لان انا هدفي ان انا افيد الشركه وافيد المشروع. وفي واحد بيقول المكتب السري بيحط من اللوحه بعد 14 يوم. في حاجات كتير بتبقى فيها هدر كتير جدا لو قعدنا نفكر فيها، واصبح اللين مبدا في حياتك. يعني طول الوقت انت بتفكر باسلوب اللين، ازاي انت توفر، ازاي نعمل المحاضره دي مثلا باسلوب اللين، ازاي نعمل نستخدم الادوات اللي هنقول عليها دي في ان احنا نوفر الوقت. لو انت جاي تتفرج على التلفزيون والريموت كنترول مثلا مش لاقيه، ضيعت ربع ساعه على ما تلاقي الريموت، فلو ليه مكان مخصص عارف ان الريموت بيتحط جنب الشلته دي او في المكان الفلاني، خلاص توفرت وقت. المفاتيح برضو انا بحطها جنب الباب وهكذا، ففي طرق اسهل على نفسي. طيب المبدا التاسع، القاده والناس اللي فهموا التكنولوجيا هم دول اللي فاهمين الفلسفه، هم دول اللي تعتمد عليهم، وهم دول اللي علموا الاخرين. والناس اللي هي عندها مهارات والناس اللي شغالين في التيم هم دول المتبنيين فكره البيم اللين، فهنبدا نعتمد عليهم، هم دول اللي هنرقيهم، مش هنجيب حد من بره. ولما اجي استشير حد لازم استشير الناس اللي موجوده في الحاجه ديت. يعني انا عندي مشكله في العربيات، هسال السواقين برضه، ما فيش اي مشكله خالص. صاحب شركه المقاولين العرب كان عامل عثمان حسام كان عامل الكتاب، فبيقول انا كان عندي مشكله في ان انا لما بنزل العربيه عشان تاخد التراب اللي اتحفر من السد العالي وتيجي تطلع تقع، العربيه مصنوعه في روسيا، فجاب الخبراء الروس ما عرفوش يحلوها. جه صنايعي بسيط يعني واحد من الناس الصناعيه اللي بيشتغل في العربيات وكان شغال، قال له استنى يا باشمهندس انا عارف الحل، الحل ان في مشكله ان الفرامل بلاستيك، فلما ما بتقدرش تحمل وزن العربيه في الميل دوت مع وزن التراب ده كله، فاحنا الافضل ان احنا هنخلي الفرامل بدل من الحته البلاستيك دي هنغيرها حديد. والموضوع نفع والمشروع وقف، كان مشروع سد العالم ممكن يتعطل بسبب انهم مش قادرين يحلوا المشكله ديت. تمام، فلازم تستعين باصغر العمال عندك، ولازم تعتمد عليهم، ولازم تطور المهارات بتاعتهم. انا اعرف مثلا من ضمن الحاجات، اعرف مهندس تكييف كان كل الرسامين اللي معاه فاهمين تكييف، يعني كل ما مش يقول لهم اعملوا كذا اعملوا كذا ليه، بحيث ان هو لو اتاخر في اجتماع هم فاهمين الخطوه اللي بعد كده، يوزعوا دي كذا ويوزعوا دي هنا، ويفهموا مثلا ان يعرفوا الغرفه مساحتها قد ايه فيوزعوا الكميات المطلوبه، فبقى يشيلوا من عليه الشغل. طيب المبدا ال11، احترم كل النتورك اللي حواليك، كل الناس اللي بتتعاون معاهم، حاول سبلاير وكل الناس، حاول تتحدوا مع بعض ان انتوا تحسنوا الشغل، وان انتوا تطوروا المهارات بتاعتكم، وان انتوا تعملوا شغل في الميعاد بتاعكم. المبدا ال12، جو اند سي، انت لازم تنزل الموقع وتبدا تشوف بنفسك، ما تسمعش، لازم تطبق بنفسك. احسن وزراء كانوا موجودين في مصر تمام، هتلاقيهم كلهم مشهورين بان هم بينزلوا ويشوفوا الحاجه بعينيهم، ما بيقعدوش في المكتب، اللي بيقعد في المكتب ده يبقى فاشل، ما تقعدش في مكتبك، انزل الموقع وشوف بعينيك. تمام، دي اهم حاجه لازم تعتمد عليها، ما دمت انت مسؤول عن الموقع تروح، حتى لو انت بتصمم تنزل الموقع وتشوف الحاجه بعينيك، دي افضل بكتير. هتلاقي كان وزير التموين مش فاكر اسمه ايه، الشيخ شعراوي، كان احمد رشدي وزير الداخليه، الناس دي كانت مشهوره انها ما تقعدش في المكتب، على طول موجوده بتشوف الحاجه بنفسها. طيب خد القرار ببطء، بس خده باستشاره الناس كلها، والناس كلها تاخد القرار من عندها، مش كل واحد مستني القرار يطلع من الاداره وينفذه، لا، لما يكونوا مشاركين معاك في القرار هيخلي كلهم معتمدين القرار ده بتاعهم ويبداوا يشتغلوا عليه. اخر مبدا اللي هو continuous improvement، اللي هو التحسين المستمر، اللي هو اسلوب الكايزن، ان انت طول الوقت عمال تحسن، حتى لو بتحسن واحد من الف، حتى لو بتحسن سنتي، المهم ان الشركه بتاعتك كل يوم احسن من اليوم اللي قبليها وهكذا. ده مثلا اللي هو المبدا الثاني اللي احنا اتكلمنا فيه، ان انا يبقى عندي بروسيس وحاجات ماشيه ورا بعض. تمام،
وهكذا. فانت بتبقى عارف مثلا هنعمل موديل وبعد كده هنعمل كذا ونحط كذا ونوصل بكذا ونمشي في ونودي الحاجه دي مثلا تتعمل لها كلاش ديتكشن على برنامج بيم 360 او برنامج نفس وركس. فدي حاجه مرئيه والناس شايفاها وشايفه العمليات وفاهمه اللي بيحصل. لو احنا جينا نبص على ال 2 دي كاد بروجكت، دي الخريطه بتاعت المعماري والانشائي والكهرباء الشغل بيمشي ازاي، فبنلاقي ان هو بيجي له حاجه وبعد كده بيستنى عندي ويت، بينتظر ان الحاجه تجي له من حد تاني، واللوح مثلا بستنى لحد ما المعماري يخلص وبعد كده ابدا اسحبها في التكييف وابدا اسحبها في الاستراكشر. فوقت كتير جدا وبياخد جهد كبير جدا وبيحصل مشاكل كتيره، وهتلاقي اغلب الوقت في ويت 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 ويت. في البيم لا، هو عندي موديل وكلنا شايفين الشغل بتاع بعض والموضوع اسهل، وبيطلع لي حاجات 3 دي وبيطلع لي حاجات 4 دي وحاجات اقوى بكتير، وبقدر اطلع كل اللي كان بيطلعه وزياده عليه، وبقدر اوصل لحاجات هتوفر عليا وقت كتير جدا زي ما شفنا مع بعض. المبدا الثالث اللي هو مبدا الدفع اللي احنا اتكلمنا فيه، ان انا لو مطلوب مني ال او دي 200 ما اطلعوش ال دي 300، لازم اطلعه بنفس الحاجه المطلوب مني، لان لو طلعت اكتر دي بالشطاره، ده انا كده بسهر الناس وكده بتعب الناس. فلما اقول لهم في يوم احنا مزنوقين هيقولوا احنا تعبانين، احنا مزنوقين وبقالنا 3 4 شهور ما بنروحش لاهالينا. انا كنت شغال في شركات كده يعني، رمضان مش رمضان احنا بنسهر. انا جالي اوفر من فتره في شركه كده من الشركات اللي هي من كوريا، بص اللي انت عايز خده بس ما تقولناش احنا عايزين نروح ولا في بيت ولا في اي حاجه خالص، تقعد معانا لحد ما نروح بقى. انا رحت لهم المغرب 6:30 لقيتهم ايه البريك مكملين، يعني 6:30 المغرب ومكملين للساعه 10 بالليل 11 بالليل زي بقى ايه ما تيجي معانا. تمام، فاحنا تجنب ان انت تقعد تعمل شغل اخطر من اللي مطلوب منك. فلازم تفهم ال ال او دي. في كتاب حلو قوي اسمه ليفل اوف ديفلوبمنت، الكتاب ده اللي هو بين فورم ده معتمد في الكود البريطاني والكود الامريكي، فلما تشتغل بيه بتعمل اللي مطلوب منك بالظبط، ما بتعملش اكتر من المطلوب منك ولا اقل منك. الستاندرد ده احنا شغال عليه سواء في البيمكشن بين احنا بنعمله في البروجرام في البروسيس في الشغل بتاعنا، كل حاجه ليها ستاندرد، تلوين الحاجات ليها ستاندرد وهكذا. الفيجوال كنترول، لو انا قلت لك ابني لي المبنى دوت بالشكل ده حد يقدر يديه؟ تقول في تعليقات، يعني انا لما مثلا سؤال واحد عايز يجاوب في تعليقات انا شايفها. تمام، لما تيجي تبص كده ايه المقصود. تمام، فلما اديك فيجوال كنترول ووريها لك بال 3 دي العيال الصغيره تقدر تقول لك احنا فاهمين. اللي له دي المقصود بها ليفل اوف ديفلوبمنت، يعني درجه تطور المشروع. اول مره مثلا ما ينفعش ابني كل حاجه وفي الاخر اوديها للملك فيقول لي لا ده مش هو ده الكونسبت اللي انا عايزه، فانا بوري له درجه تفاصيل معينه، بقول له مثلا المبنى ده هيبقى شكل دائري وفي عمودين في النص وحاجات زي كده، مثلا العمود لسه لما توافق عليه نبدا نعمل الحسابات بتاعته. تمام، في حد مشكور رد على السؤال. الفيجوال كنترول، لو انا اديتك المبنى دوت وقلت لك بقى ايه لا هنعمله كيت خد سكاشن، فهتلاقي المشروع باظ منك مش حد شايفه من حاجه. انما لما توري له 3 دي في ده مبنى حقيقي موجود في الامارات. تمام، فدرجه التفاصيل اللي فيه لازم يشاف 3 دي، والا الناس اللي شغاله في المشروع مش هتفهم ايه اللي بيحصل. يعني المعماري عمل شكل معين، الكهروميكانيكا مش فاهم، اللي شايف مش فاهم، المشروع هيخلص لما يتبنى هيفهموا الفكره. تمام، مع احترامنا الكل يعني، بس انا بتكلم فعلا في مشاريع كتيره احنا الاقسام كلها شغالين في نفس المشروع مش فاهمين، لما نشوفها في بيم ونشوفها في 3 دي ونشوفها في 4 دي نبدا نفهم. طيب احنا ايه اللي احنا بنعتمد عليه في اللين؟ ان احنا نقلل الهالك. يعني ايه نقلل الهالك؟ يعني نبدا نشوف ايه الحاجات اللي بتعمل، لقينا ان في حاجه بتعمل وست مثلا زي الري وورك، نبدا نشوف ايه اسباب الري وورك. في اساليب موجوده في اللين هنتكلم فيها ان انا اعرف سبب المشكله ايه، بس دول اهم 7. تمام، انا حاطط 8 بس هنتكلم على 8 ده لوحده. عندي 7 حاجات موجوده في الكتاب. التنقلات غير الضروريه، يا عم قول ان انت مثلا بتعمل قهوه وحاطط السكر في المخزن وحاطط القهوه البن حاططها مثلا فوق الثلاجه وحاطط لي الميه في اوضه الضيوف وحاطط لي الكنكه في حته ثانيه، فعشان تعمل دي هتاخد لك رايح جاي رايح جاي رايح جاي. طب ليه ما نحطها كلها في مكان واحد سهل جدا ان انت تعمل، ما تقعدش تعمل تنقلات غير ضروريه. تمام، المخزن، انا مش عايز اقعد اخزن حاجات، لازم ابقى عارف ان الحاجه دي هستخدمها في شهر كذا فتجي لي في الشهر كذا، ما تجيش قبليها فاضطر ان انا اقعد اخزنها وممكن تبوظ مني في التخزين، وما تجيش بعديها فالناس قاعده مستنيه الحاجه تيجي اللي هي الويتنج. تمام، فانا عايز اقلل الحاجات دي. اكسترا بروسيسنج، ان عندي عمليات كتير قوي، لا ده انا عايز اقلل العمليات. الاوفر برودكشن، مش عايز انتج اكتر من المطلوب مني، لو مطلوب مني اصمم حاجه بصممها.
اخر حاجه ان انا يكون عندي ناس مش فاهمه او مش بالكفاءه الكافيه انها تعمل لي الحاجه دي. فالثمان الحاجات دول بيضيعوا الشغل بتاعنا وبيخلي فيه هدر كتير ويخلي المشروع ما يتمش في ميعاده. فاحنا كده فهمنا ليه الحاجه مش بتتم في ميعادها. تمام، اهي الموشن، انا عايز الراجل يروح هنا وبعد كده يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. في مشروع حقيقي انا كان يعني هو مشروع طبي بس احنا كنا بنعمله عندنا في الشركه، فقالوا لنا لازم تشوفوا موضوع الاوبريشن، فكنا بدات تشوف المستشفيات بتحسب الاوبريشن ازاي. فمثلا لو واحد جاي يتبرع بالدم والتبرع بالدم هياخد منه 50 دقيقه، هيقول لك لا يا عم انا مش عايز اقعد، انا مش هتبرع بالدم، انا همشي. انما لما خلاه له 5 دقائق كل 3 شهور هيجي يقول لك انا عايز اتبرع بالدم ثاني، لان ما خدش منه وقت وخد ثواب. فلو يقدر يجي كل شهر هيجي، بس هو لازم كل 3 شهور. فهي الفكره كلها في كده، ان انا اسهل حاجات على الموظفين، يبقى جاي عارف ان هو مش هيضيع وقت ومش هيضيع جهد وكذا. انا كان مطلوب مني بفتره من فترات اعمل 4 تايم شيت كل يوم، كل يوم بعمل 4 تايم شيت غير بعض، واحده للمدير المباشر، واحده للمدير الغير مباشر، واحده للفرع في مصر، واحده للمركز الرئيسي في السعوديه. فده اهدار الوقت. طب ما انا اعمل واحد بس وبعد كده يروح لكلهم كلهم. فدي الفكره، ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي بتضيع وقت ونتجنبها. تمام، في ادوات هنبدا نشوفها زي الفايف اس مثلا، زي موضوع طيب وقتها الكايزن، تحسين المستمر وهكذا. عندي حاجه اسمها الفايف ار، الرايت انفورميشن، وده هيعملها البيم، ان هو هيديني المعلومات اللي انا عايزها بدرجه التفصيل اللي انا عايزها، اللي هي ال او دي اللي احنا كنا بنتكلم عنها اللي في الديفلوبمنت، في الوقت اللي انا عايزه، في الكوانتيتي، في الرايت لوكيشن. لو قدرت اوصل للحاجات دي، المعلومات تجي لي في الوقت المناسب في المكان المناسب بدرجه التفصيل المناسبه كده، انا هقدر اشتغل، مش عندي عذر ان انا الشغل متعطل عندي. طيب في حاجه اسمها 5S. لو انت المكتب بتاعك غير منظم وعمال تدور وعندك مثلا 20 قلم كل فيهم اغلبهم ما بيكتبوش وحاجه زي كده، ما ده هياثر على الانتاجيه بتاعتك. انما لما انا ارتبهم وانظمهم والمحهم واعمل ستاندرزيشن واتاكد الناس ماشيه على الستاندرد اللي احنا شغالين عليه، ده هيسهل لي كتير قوي. لو جيت تبص هنا الشكل دوت، ف بتلاقي فيه اهدار في الوقت، لان هو مش عارف الحاجه فين، بينما الحاجات هنا منظمه فكل درج فيه الحاجه. هو ده الفايف اس. عندي حاجه ثانيه برضو، فايف واي، يعني لما اقول لك ايه راجل ما جاش النهارده، ليه اتاخر ليه ما زودتش، ما تسالش اول سؤال وتسكت، لا اعرف 5 واي. طب ليه الحاجه دي ما حصلتش؟ عشان كذا عشان كذا عشان كذا. فتوصل السبب الرئيسي ايه. هو الراجل هنا اتاخر ليه؟ عشان ما يصحاش الصبح، عشان هو ما ظبطش المنبه. فبدانا نعرف سبب المشكله الرئيسيه ايه. وانت بتعمل مثلا الشاي مثلا او القهوه جات لك بارده، عشان الكاتل مش معموله، مش مصلحه. طب ليه مش مصلحه؟ ده عشان مثلا حد حصل كذا. طب ازاي نتاكد ان المشكله دي ما تحصلش بعد كده؟ فبعض الاسئله لما بتتمرن ذهنك على ان انت تفكر بيها عامه، هتلاقي الموضوع جدا بتاع اللين ده سهل تطبقه. في عندي حاجه اسمها بوكايوكي، ان انا اتاكد ان الحاجات كلها بتتركب مظبوط والحاجات كلها معموله مظبوط، وتتاكد ان المسارات بتاعت الشغل مظبوطه. يعني ده اسلوب ياباني بيرتب لي المكان اللي انا شغال فيه والادوات اللي انا شغال بيها. عندي حاجه اسمها 4M، دي بقى ايه؟ عايز اعرف سبب المشكله، برسم الهيكل العظمي دوت. ممكن يكون سبب الحاجات، الاشخاص او الماشين او الميثود او الماتيريال. تمام، فابدا اشوف سبب المشكله ايه، وابدا اكتب مثلا ممكن يكون سبب المشكله كذا كذا كذا، وتبدا تفكر فيهم لحد ما توصل سبب المشكله الرئيسي. مثلا الشخص، مثلا عندنا الاشخاص مثلا ما عندهمش سكيلز المناسبه، لا كويسين. التكنولوجي، تبدا تشوف سبب المشكله، هل هي حاجه من دول ولا لا. الماشين، الديزاين عشان سبلاير، الميثود اللي احنا شغالين بيها هل فيها مشاكل، الديزاين، هل المشكله مثلا في البادجت وهكذا. فتبدا تحلل سبب المشكله بحيث تعرف سبب المشكله ازاي. في عندي برضو حاجه اسلوب سريع على اساس ان انت تحل المشكله اول ما تحصل، بي دي سي اي، بتخطط وبعد كده تفعل وبعد كده تعمل تشيك وبعد كده تشوف ايه الحاجات اللي ممكن تصلح لك المشكله وتبدا تشتغل بيها. ده من ضمن الاساليب اللي لما اتطبقت فرق كتير جدا مع المصانع. طيب ال DMAIC بتعرف المشكله وبعد كده تبدا تقيسها وتكتب ارقام حقيقيه، ما تقولش في مشكله، لا المشكله دي في تاخير 15 يوم بسبب ان الماتيريال ما وصلتش. على فكره اغلب المشاكل اللي عندنا بتبقى في الماتيريال اناليسيس، بنبدا نحلل المشكله، بنبدا نشوف ازاي نحسن المشكله وازاي نتحكم فيها. اللاست بلانر، اللاست بلانر ده من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، اللي هو ايه؟
انا عايز كل العمال تبقى فاهمه المشروع، ما يبقاش بياخد الاوامر وهو مش فاهم، يتقال له ايه حط دي هنا وشيل دي من هنا وهو مش فاهم، لا يبقى فاهم الخطه ويقدر يقول رايه وحاجات زي كده. ففي كشك بيم او بيم كشك بيبقى بالشكل دوت، بيبقى فيه الشاشه وبيبقى فيه الماوس وفيه الكيبورد، وتقدر تعرض للناس الشغل اللي هو مطلوب منهم، وتقدر تفهم العمال وفهم الصناعيه وتفهم رسائل الشغل، والمهندسين يبقوا فاهمين، مش حاجه اسمها المهندس الكبير فاهم والباقي اللي تحت مش فاهمين، كل الناس فاهمه ايه المطلوب مننا وكلنا بنشتغل نحن خلص المشروع ده في اقرب وقت. طبعا بنستخدم بعض البرامج منهم مثلا بنت اوتوماتيك تيم كده، ده بيبقى مسؤول شغل في قلب الموقع، بيبقى فيه خريطه عامه للمشروع ككل، كل واحد بقى بيشوف مثلا واحد مسؤول عن زون دوت خلاص بياخد الجزء بتاعه، العمال دول مسؤولين عن الجزء دي، فهم بنشرح لهم الجزئيه اللي هي مسؤوله منه. طيب ده حاجه احنا بنشتغل بيها فعلا في تنظيم المحاضرات وفي تنظيم المجله وفي تنظيم الحاجات دي، اسلوب اسمه كامبان، كامبان واي، بنقول هنا مثلا ايه الحاجات اللي احنا عايزين نعملها، ايه الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي، ايه الحاجات اللي خلصت فبنبدا ننقل، يعني خلصنا دي بنبدا ننقلها من هنا لهنا، وبنستخدم برنامج اسمه تريلو. عشان كده انا خدت ده مجاني تقدر تشتغل عليه وموجود في الموبايل. طيب من ضمن برضه حاجات ان لما يكون عندك مشكله كبيره ابدا قسمها، بدل ما تاكل فيل مره واحده لا قسمهم كل يوم تاكل حته، ده لو ينفع يتاكل يعني. تمام، يعني لما يكون عندك شجره كبيره ما تبصش على المشكله الكبيره، ابدا بص على اجزاء، ابدا قسمها كده لاجزاء صغيره عشان تقدر تفهم. في تعليق حلو قوي بيقول للاسف كل واحد بياخد الجزء اللي بيخصه، لازم ننسق مع بقيه الاقسام كلها، ما ينفعش كل واحد شغال لوحده، لا احنا شغالين مع بعض. فاحنا عندنا كذا حاجه في موضوع اللين دوت، اللين برودكشن، التوتال كواليتي مانجمنت، دي ليها قواعد معينه بحيث ان انت تضمن اقل اخطاء موجوده، وعندنا 6 سيجما جاست ان تايم ان الحاجه توصل في ميعادها، وده بيفيدني فيها الفور دي بيم، يعني البيم فور دي بيقول لي انت محتاج الحاجه دي في شهر كذا، ما تجيبهاش قبلها ولا بعديها. في عندنا اسلوب الكامبان، اسلوب الكايزن كان عنه، الزيرو زد اللي هو احنا بنحاول كومباني فور لايف. طيب احنا بالنسبه لنا كبيم بنركز طبعا ان احنا نوري الناس ال 3 دي وال 4 دي، ان احنا كواليتي نتاكد ان مفيش اي كلاشات، فلو مفيش اي كلاشات كده حلينا مشاكل كتيره جدا هتواجه الناس في الموقع، فده بتبقى حاجه كويسه جدا. الماتيريال لازم نتاكد انها تكون موجوده في قلب السايت، اي معلومه مش مهمه شيلها من الموديل، يعني لما تلاقي حاجه هتبقى جهد كبير وملهاش قيمه شيلها، يعني مثلا ايه السبورتات بتاعت السيلينج بتاخد جهد كبير وبتتقل حاجات لا ما تحطهاش في الموديل، التسليح لو انت مش محتاجه فعلا خليه في موديل اخر او الغيه او اعمل نماذج ليه، يعني كل مشروع بيبقى ليه حلول معينه، بس انا بحاول الحاجه اللي مش هيبقى ليها لازمه ما تحطهاش، لو في معلومه مش هتفيد حد بعد كده ما تحطهاش. دي من ضمن الحاجات اللي بنحاول نعملها في البيم. طيب خلينا نشوف، وريت تكتب لي في الكومنتات لو انت شايف الاسلوب التقليدي احسن، اكتب واحد، لو شايف ان الاسلوب الجديد اللي هو بتاع البيم احسن اكتب 2. تمام، طيب ده الاسلوب التقليدي في البلاننج اند سكادول، هو مشكلته ان بتاع البلاننج فاهمه وبقيه الاقسام مش فاهمين، انما هنا انا كتبت 2 قبل ما تشوف 2. طب الحمد لله. طيب الفور دي بلاننج اند سكادول هو في نفس المعلومات اللي هنا بس زاد عليه الفور دي، ان انت شايف الحاجه بعينيك فتقدر تناقش الواحد، يعني تقدر تفهم اه الرقم ده مقصود بكذا، انما الاولاني انا موافق بس مش فاهم اللي بيحصل. 2 عن تجربه. تمام. طيب انت اختار اني، الناس كلها اختارت 2. لما تيجي تبص هنا بتلاقي البريمري اند بيست، البيست لاين بار، عندي حاجتين بقارن بينهم الاكشوال والبيست لاين، فاني اللي هتختار. هنا بتشوف اوتوماتيك هو بيدي لون لكل واحده فيهم، فبتلاقي الموضوع اسهل بكتير. ده البلانت، ده الحاجه المخطط، وده الاكشوال، وده مخط الوان. فبمجرد النظر مخك خلاص قدر يفهم ايه اللي في التاخير، انما هنا انا مش فاهم، اللي فاهم بس بتاع البلانر. ده اسلوب من اساليب اللين بشكله كده، بتبدا تحط ورقه، دي الحاجه اللي اتنفذت، دي الحاجه اللي اتنفذت، دي الحاجه اللي شغالين فيها. تمام، لو حد عايز يعرف ازاي بتحصل فهتلاقي شرح للنكس وركس وشرح للفور دي، وفي سيد فاضل زي ما حسام في بيم اريبيا شرح الفور دي بشكل كويس جدا، هتلاقيها على القناه بتاعت بيم اريبيا. تمام، طيب ده الميتنج قاعدين وواحد جايب ورقه وحاططها، انما هنا احنا بنوريها لهم كلها في الفور دي، ونقدر نلف في الشكل ونقدر نجيبها له، ونقدر نعمل زوم على الجزء اللي فيه مشكله. يعني انا لو هنا قال لي انا عايز اعمل زوم على الاوضه دي هو مش شايف، طب اخفي لي الكهرباء، مش هخفي له ازاي؟ هنا نقدر نخفي،
هل يتم ربط البرمجيرا بالبيم؟ في حاجات متخصصه كده زي سينكرو وزي نفس وركس. تمام، لما نيجي نبص هنا عندنا كليم اناليسيس، بتلاقي الناس بتتخانق وكل واحد، انما هنا انا بدي له اهو ده المشكله اهيت، ده الحاجه اللي المفروض كانت تتعمل والحاجه ما اتعملتش، فبيبقى الموضوع سهل وبسيط. هنا الدوكيومنتيشن فولدرات، هنا لا ده انا بوريها له بسهوله جدا، اقول له اعمل زوم على المكان الفلاني، ادوس اوريها له، ادوس اوريها له، يبقى يشوف الحاجات كلها. تمام، فملخص الكلام اللي احنا قلناه اللي هو البيم واللين، اللين بيركز على حاجات مهمه جدا زي ان هو يوفر وقت، او ما انا عند البيم بيركز ان هو يوفر وقت، اللين بيهتم بان هو يوفر التكلفه، انا برضو يوفر التكلفه، اللين بيركز على رضا العميل. تمام، البيم بيركز على ان هو يدي جوده كويسه اهم حاجه، ورضا العميل ان هو بيعمل حاجه اسمها اي اي ار امبلوير انفورميشن ريكويرمنت، بيبقى عارف العميل عايز ايه. تمام، يعني في حاجات كتيره جدا مشتركه، بس هو القاعده الاولى عند اللين ان هو يهتم برضا العميل، البيم بيحاول ان هو يعمل الموضوع دوت ان هو يدي العميل الحاجه اللي هو عايزها. طيب انهانسد بروبلم سولفنج، ده موجود في اللين، هنا بنحل الحاجات من خلال 4 دي والتركيز على موضوع السستينابيلتي والداتا كنترول. هنا بنلاقي ان هنا اسلوب من اساليب الاداره بيبقى فيه ديسكشن بطريقه افضل، يعني بيحاول يخلي فيه الاجتماع موجود بشكل كويس. طيب دي المراجع اللي احنا اللي انا اعتمدت عليها في المحاضره النهارده. تمام، ومنتظر الاسئله بتاعتكم. الحمد لله المحاضره ما مش عن المعتاد، رغم ان كان فيها افتتاحيه وفيها مقدمه وكده، فلو اي حد عنده سؤال يعمل بس رسند بشون سامح. حاضر، اتفضل بشون سامح، لو المايك لو ينفع تفتح المايك. انا مش وسط، شايفين مخلين انا مش وسط. بشمهندس محمد افتح له المايك. عمرك يا بشمهندس، الله يكرمك يا بشمهندس، شكرا لحضرتك، وعجبتني جدا كشك السجاير او كشك البام يعني في المشروعات. ونبدا بالمهندس اسامه، اتفضل. السلام عليكم. طب ثانية واحدة، عليكم السلام. شلون سامع؟ ده نموذج للتريلو احنا بنشتغل بيه في بيم اريبيا، وبنشتغل بيه كترتيب محاضرات وكترتيب المجلة وكذا حاجة، فهو فعلا لما استخدمنا اللين في بعض الحاجات لقيناها بتوفر معانا وقت وبتوفر معانا جهد كويس. طيب انا هحط لكم برضه مصادر، وعليكم السلام، اتفضل. جزاك الله خيرا يا باشمهندس على المحاضرة الجميلة دي. انا بس كان عندي كذا سؤال. دلوقتي مثلا لو في العقد بيني وبين الكلاينت بيكون طبعا بيم كونتراكت، ازاي انا في البيم كونتراكت بقول له ان انا هستخدم اللين مانجمنت، ولا انا اصلا ما بقولوش كده، وان انا كشركه عندي المبدا اصلا بتاع اللين مانجمنت؟ ده اول سؤال. طيب بص يا استاذ الفاضل، بالنسبه للي انت تستخدم اللين، ما دام ما فيش حاجه في العقد بتمنعك خلاص، الا اللي هو مشترط عليك تستخدم اسلوب اخر. اسلوب اللين ده انت ممكن تستخدمه في حياتك الشخصيه وانت رايح الشغل وانت رايح لاي مكان. هو الفكره كلها ان انت بتحاول توفر الوقت، تحاول توفر الجهد، تعرف اي مشكله تحصل تعرف تتعامل معاها ازاي. هو بيديك تولز، وممكن ما تستخدمش التولز ديت، يعني ممكن اقدر احل مشكله او ما واجهتنيش مشكله اصلا فما ما ما ما, ما احلهاش. عندنا مشكله مثلا في البيم اللي هو التوق اللي بيحصل لما بنعمل لينكات كتيره، فتبدا تفكر اني اسلوب من دول اللي يبدا يحل لي المشكله دي. وفعلا بدانا عملنا حاجات كتيره زي كده، ووفرنا وقت وخلينا الموديل يبقى خفيف لما قدرنا نطبق الموضوع ليه. فهو بالشرط ان هو يشترطه عليك، بس حاليا في مشاريع كتيره موجوده في الدول العربيه زي قطر بيشترط عشان تاخد المشروع ان انت تعمله لين وتعمله بيم، يعني بيم لين الاثنين مع بعض. ده زي الاقرار بتاع بلديه دبي؟ زي بلديه دبي. تمام. طيب موضوع اللي هو الكشك بتاع البيم دوت، ده برضو ممكن يبقى مذكور في البيم كونتراكت كشرط، ولا ده برضو ما بيبقاش شرط؟ بص انا شفته في كذا مشروع حاليا مع شركات كبيره في قطر مشترط الموضوع دوت، اللي هو ان انت تتوفر الجهاز دوت، ودخلنا عليه لانه غالي. هو انت ممكن يعني لو انت مش قادر تجيبه ممكن تجيب كمبيوتر وتخلي صناعي يعمل لك حواليه حاجه تثبته، بحيث ان مش اي حد يجي ياخد حاجه منه. تمام. انا شفت موجوده في عود، ولو مش موجود في عود وانت حاسس ان هو هيفيدك وفر للناس، يعني يبقى في شاشه كبيره الناس تقدر تشوف الشغل من خلالها، ده هيفيدك كاداره المشروع. باشمهندس سامع؟ الو الو باشمهندس سامع؟ هو واضح ان الصوت قطع عند المهندس اسامه، في مشكله في النت في المهندس احمد. اتفضل يا باشمهندس احمد.
السلام عليكم. الله يعطيك العافية مهندس عمر. الله يكرمك شمس. الله يسلمك. إذا سمحت لي مداخلة أكثر من سؤال، يعني حسيت حالي لازم أعمل مداخلة. ما شاء الله على المحاضرة خمسة وأربعين. طب اللين في الأسئلة، يعني عايزين إيه نحاول؟ تمام تمام تمام. لا لا لا، أنا مشان هيك عم بقول، يعني أنا بدي أعطي المداخلة، لأني ما شاء الله أنا خمس سنين، يعني أنا دكتوراتي في اللين هون بألمانيا، وانت ب 45 دقيقه يعني احنا بنقول عطيت الزبده ما شاء الله. يعني انا حضران لجريك هول بالارد لكوسكيلا، هذول ابو اللين كونستراكشن، الا ما شاء الله عليك، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. كانت كثير محاضره كويسه، وطبعا اللي بقى لازم بقى يتعمى ياخذ بقى كل تولز ويروح بيقرا عنها. يعني مثل ما هلا استاذ عمر قال، كل تول من هالتول الموجوده الى كتاب، يعني ما بيحكي هو على الفايف واي، على الفايف اس، على الفاليو ادد فاليو، هدول كل وحدة منهم لاست بلانر الى كتب طبعا. وبس حبيت انا اضيف للفائدة مشان الاخوة الموجودين معنا يفهموا فكرة العميل. لما احنا عم نحكي بالكلاينت او لما عم نقول ارضاء العميل، طبعا باللين هو العميل، ما هو العميل الاخير، يعني ما هو الاونر اللي احنا بنعرفه. يعني انت اذا كنت في الشركة وكان عندك قسم للاساسات، وانت بعدين راح تيجي تعمل الاعمده او تعمل البلاطات، فانت كاللي بينتج او يعمل برودكشن للاعمده هو عميل، او اللي عمل الاساسات هو عميل للي بده يعمل الاعمده. فلذلك لازم ننتبه على سلسله العملاء والفكره تبعيتها. يعني نحن حتى في الشركه الوحده عندنا بنقول سلسله من العملاء، وتنتهي بالكستمر يلي لازم بالاخير محصله الادد فاليو بالاكتيفيتي كلها اللي عم بتصير تكون هي added value بالأخير للكستمر الأخير. فهي لازم ننتبه لها بشكل جيد. طبعاً بالمنطقة العربية، طبعاً أنا عملت case study للسنة بمشروع بالمنطقة العربية، لازم ننتبه لفكرة الفلسفة تبع اللين. يعني لازم يكون عنا، يعني لما احنا قلنا اللين اجت من تويتر، ولازم نشوف معناتها شو الفرق باليابان عن العالم كله. يعني اللين اجت في اليابان، وبعدين الامريكان لحتى بالتسعينات اخذوها، مع انه ابو اللين اللي هو اونو بتويتر اخترع، خلينا نقول او قدمه بال 46، ومنشوف ايش قد الفتره الزمنيه. وهلا احنا بال 2020 لحتى صارت تطبق في قطر او في منطقه الخليج عندنا، بنشوف هالفرق بشيء 30 سنه عن نشاه اللين كونستراكشن ككونسبت. من احد العوامل اللي كتير اساسيه ومهمه هو الاحترام. طبعا نحن بنقول اللي بده يدرس لين لازم يروح على اليابان، وانا الحمد لله قعدت هناك فتره، فكان لازم نفهم القاعده تبع الاحترام. يعني لازم يصير في شوي تغيير بالفكر، لازم نقولها بصراحه هاي الشغله. يعني لازم انت تدخل على المشروع يوما ما وتقوم انت تحس حالك انه لازم انت تقعد الكافي بوي او التي بوي على الطاوله وتقول له اوكي اليوم انا راح اعمل لك الشاي اللي انت كنت متعود على طول تطلبها منه. اذا وصلت لهالمرحله هي، يعني صار في عنا شوي يلي بنحكي فيها تشينج الكلتشر اللي مطلوب منها. هي ثقافه كتير، ولحنا يعني عنا اياها هي في داخلنا وفي ثقافتنا القديمه، لازم نرجع نحاول نطلعها ونطبقها، لان هي من العوامل اللي بتفيد بتطبيق اللين بشكل عام. فاللين بيعطي عامل او بيعطي قيمه كثير مهمه للانسان، مثل ما تفضل الاستاذ عمر، مثل ما حكينا عن الاخ الله يرحمه تبع اللي قال مشكله الفرينات او الفرامل بالسد العالي. يعني ما كان حدا بيتصور انه والله مدير شركه يحكي مع سائق عادي ليحل له هو المشكله، لولا شال هالحاجز اللي بيناتهم. انا بقول بالاخير اذا سمحت لي اعطي اخر مداخلة، هي انه شركة بورشي عندنا هون بألمانيا واجهت انهيار، كانت راح تفلس في التسعينات، ولكن السي او تبعها كان درس شوية اوبريشن اكسلنس باليابان، وطلب من احد اصدقائه بتويوتا يجي لعنده. فاول ما اجى لعنده، هاي بقولها بس يعني عشان واحد يتحمس، اول ما دخل على المستودعات تبع بورشي، وهون المستودعات كانت مثل لما بتروحوا على ايكيا، يعني من 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 الارض عندنا الرفوف لحتى للاسقف. فهو اخذ مطرقه كبيره وبلش يضرب هالرفوف هي ويكسر فيها الياباني،
هون الألمان طلع هيك ليش هذا عم بيعمل لنا هيك عم بيطب عم بيشرك كذا. فكان الهدف منا إيصال رسالة إنه لحنا ما لازم يكون عنا مثل ما حكى مهندس عمر الانفنتوري اللي كتير، ما لازم أنا أعمل برودكشن كتير أعلى من المطلوب. يعني أنا معناتها عم بجمد رأس مال وعم بستنى لحتى ينطلب مني في وقت ما بعد 6 شهور بعد سنة نوع من السيارة. فلحنا منزور بورشي نوع أوقات من فترة إلى تاني، لأني بورشي هي عملت بورشي كونزلتينج، مع أنها شركة سيارات هي كتير قوية هلأ بألمانيا بتقدم كونزلتينج لشركات بناء كبيرة مثل هوختيف، يعرف أستاذ عمر عنده بقطر هوختيف، هوختيف فيكون وهيك. فشركة سيارات تصوروا عندها جزء للكونزلتينج يخدمنا نحن كمهندسين بناء. يعني لازم نحن نقول أوكي الوقت لأنه ولازم نحن ناخذ المبادرة. فبورشي كونزلتينج بتعمل استشارات في اللين لشركات بناء كتير كبيرة. ومثل ما قلنا يعني هلأ إذا واحد راح على كرش على بورشي وطلب أي سيارة وتصوروا أنه خلال 8 أيام بتصير عملية التصنيع، مع أنه أنت عندك 9 ملايين خيار. يعني أنت لما بتقول أنا بدي السيارة حمراء جلدة بني يكون المقود تبعها أخطر، تصوروا عندك احتمالات اختيار. احتمال الاختيار في عنا 9 ملايين احتمال أو كتالوج. رغم هالشيء بتصنع السيارة باللين مانجمنت أو باللين برودكشن ب8 أيام، ومن هال8 أيام في عندهم يوم ونص يلي هو 14 ساعة بفر. فشكرا كثير على المحاضرة يا سيدي، وكانت كثير مفيدة ومثل ما قلت كانت الزبدة فيها. الله يكرمك استاذنا الفاضل، واتمنى نتواصل ان شاء الله بعد المحاضره، وان شاء الله في كذا حد افضل مني هيتكلموا في اللين باذن الله. وبالنسبه للشرايح حاضر هنزلها، لو لاحظتوا ان اغلب الشرايح انا عامل لها عدم عرض على اساس ان انا ما ارغيش كتير، يعني نحاول في قدر الامكان ما نقولش كلام اتقال قبل كده او شرايح تكون مكرره او يكون في شريحتين بيدوا نفس المعنى. فانا بذلت جهد ان اقلل عدد الشرايح على اساس ما نضيعش الوقت، ان الوقت سمين فما ينفعش ان احنا نديره. هنرجع لبشمهندس اسامه. بشمهندس اسامه، طيب بشمهندس ابراهيم، بشمهندس العزيز، بشمهندس ابراهيم معاك المايك. السلام عليكم. عليكم السلام استاذي. الله يكرمك يا بشمهندس عمر، متشكر جدا، محاضره ممتازه، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك استاذ، رغم ان هي ما خلتش ما يعني ما خليتش من القفشات بتاعتك الجميله ربنا يبارك فيك يعني، بس اضافت لينا فاليوز جديده الحقيقه. انا اول مره حد يتكلم عن اللين بشكل مستفيض زي كده، رب يعني ان شاء الله تكون الناس استفادت باذن الله. سؤالي بقى يا سيدي، ان احنا دلوقتي بقى عندنا كذا فلسفي للمانجمنت، يعني عندنا التراديشنال اللي هي البي ام بي، وحضرتك اتكلمت النهارده في المحاضره عن اللين، وفي بعض الناس بتتكلم بشكل ايجابي جدا عن الاجاي وان ده مستقبل المانجمنت. فانا بس كنا محتاجين منك يعني كومباريزون بسيط، والاجاي لو تدينا نص دقيقه او دقيقه وتتكلم عنها ايه فكرتها او ايه اختلافها وبس. ده سؤالي ومتشكر جدا على المحاضره. الله يكرمك استاذنا. بص موضوع الاجاي هي طبعا انت بتختار اسلوب الاداره الافضل ليك، وممكن تكون بتشتغل باسلوب وعجبك حاجه تانية في الاسلوب التاني فتاخد الحاجه دي من الاسلوب دوت، يعني محدش يقول لك لا ممنوع. انت تبدا تشوف ايه الادوات اللي ممكن تساعدك. موضوع الاجايل هو نشا في 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 اللي هم بتوع الاي تي او الناس اللي بتشتغل على الحل البرمجه والحاجات ديت. هو بيقول لك اهم حاجه بالنسبه لك رضا العميل، حتى لو العميل غير رايه كذا مره اهم حاجه ان انت تعمله اللي هو عايزه. بيعتمد ان هو ما بيفكرش تفكير طويل الاجل، لا بيبقى فيه تفكير طويل الاجل بسيط جدا، فكره عامه، وبعد كده بيفكر اسبوع قدام وحاجات زي كده. بتبقى في كذا دوره كل شويه بيبدا يحسن نفسه. يعني احنا لو جينا نبص مثلا في اللين هتلاقي عندي مثلا الاسلوب في اللين اللي هو مثلا الاسلوب البي دي سي اي، بلان دو تشيك اكت. في الاسلوب العادي في الاداره بيعملوه، بس بيعملوه على مشتركه كل، انما هنا بيعملوه كل مثلا اسبوع، كل اسبوعين، كل اوبريشن وهكذا. فدي الفكره. تمام. طيب برضه نفس الفكره في الدي ام اي اي سي، برضه بيتعمل كل اوبريشن. ففي الاجايل بيكون مركز على الموضوع دوت، بيقول لك مش مهم الورق، يعني لو انت مطلوب منك تطلع حاجه والورق هو العقده طلع من غير ورق. تمام. ما تهتمش بالعود اللي تقعد تفري فيها والحاجات كلها، المهم المشروع يخلص، المهم رضا العميل، الحاجات دي كلها. ففي مبادئ قويه جدا
هل تنفع كلها في كونستراكشن؟ لا، يعني اللين لما انا جيت اذاكره في حاجات تنفع معانا وحاجات ما تنفعش، لان هو كان مخصص للصناعه. فانت بتبدا تشوف ايه اللي يناسب معاك، ممكن حاجات تناسب مثلا كهرباء وما تسيبش ميكانيكا، حاجات تناسب ميكانيكا وما تسيبش عماره. فالادوات موجوده، انت بتبدا تشوف اني واحده فيهم اللي تناسبك. انا بالنسبه لي مثلا اللاست بلانر دي لازم اي مشروع اشتغل بيه استخدمها. يعني المهندس التكييف اللي انا اقصده انت عارفه اللي هو المهندس محمد فريد، تمام طيب وهكذا. ففي الاسلوب ده مثلا عجبني فاستخدمته في المجال اللي عندنا في بيم اريبيا. وجيت هنا في حاجات تناسبك وحاجات ما تناسبكش، فانت بتشوف ايه اللي يناسبك. تمام. على العموم اغلب لو المشروع متطلب منك ان انت تشتغل بالاي ام بي اجباري، هو خلاص متطلب كده خلاص بتبدا تشتغل. ولو في حاجه هتفيدك، يعني انا لين فادني كتير جدا في تنظيم ملفات الريفت. تمام. وفر عليا وقت كتير جدا ان انا بعمل سينك واستنى. لا، لقيت ان انا لو استخدمت بعض الحاجات اقدر اوفر الوقت واوفر الجهد اللي ممكن بتعمل سينك وتستنى نص ساعه. لا، ما بدنا فكينا اللينكات وربطناهم تقريبا بشكل افضل، فادينا اداء افضل. تمام تمام يا باشمهندس عمر، جزاك الله كل خير. الله يكرمك يا باشمهندس، مره ثانيه على المحاضره. منتظرين حضرتك، منتظرين حضرتك ان شاء الله باذن الله قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. باشمهندس محمد سالم، باشمهندس محمد، في اي حد عنده سؤال؟ بشون سامي كان بشون محمد. او في حد الكلمه جميله ورك سمارت نوت هارد. في ان شاء الله حد هيشرح بالتفصيل موضوع اللين، وحد هيشرح بالتفصيل اسلوب الاجايل. احنا بنسال افضل ناس في المجال مين وبنرجع لهم يعني ان شاء الله. تمام دكتور ابراهيم. السلام عليكم دكتور، وساعتك عامل ايه؟ الله يكرمك يا استاذ، انا دكتور الحاج. الله يكرمك، اتفضل يا دكتور، اتفضل دكتور ابراهيم. تقريبا سطر السلام عليكم. السلام. معلش يا باشمهندس بس النت فصل مني. اتفضل. هنرجع بس للسؤال اللي كنا بنتكلم فيه. لو انا مثلا في الانترفيو لما حد مثلا بيسالنا عن البيم وكده، بيبقى من اجاباتنا فاهم ان احنا مثلا فاهمين بيم، او مثلا في مصادر لتعلم البيم، فايه هي المصادر اللي تخليني اتعلم اللين مانجمنت وعلاقتها بالبيم؟ يعني حاجه. الحاجه الثانيه، ازاي اعبر للانترفيور اللي مثلا هيعمل انترفيو او مع اي حد هتكلم معاه ان انا فعلا فاهم اللين ومطلب التطور اللي موجود دلوقتي؟ بص، الريفرنس اللي انا كتبهم دول افضل كتب ممكن تستفاد منهم. ذا تيوتا واي ليرنينج في لين ثينكينج، الكتب دي اقوى حاجه في موضوع اللين. وفي البي ام اي اللي هي بتطلع من شهاده البي بي، بدات تدي كورس معتمد او بتدي شهاده معتمده في موضوع اللين، واعتقد برضو في اوروبا وفي مركز اصلا البي ام اي. البي ام اي عملوا شهاده للين، تمام، اعترفوا بها رسمي دلوقتي. تمام. طب دي هل لها شروط؟ ما اعرفش والله، هي تقريبا نفس الشروط بتاعت البي ام بي. تمام. فممكن تشوف الشهادات بتاعتهم. في اصلا معهد مختص الكونستراكشن لين، لو دورت عليه هتلاقي ممكن تاخد منه شهاده ان شاء الله. تمام تمام، جزاكم الله خيرا يا باشمهندس. حاول بس تقرا الكتب دي هتفيدك جدا، وهتلاقيها هتلاقي ان انت تقدر تغير طريقه حياتك واسلوب حياتك وطريقه تفكير يعني انا استفدت كتير شخصيا في حياتي الشخصيه غير الشغل. تمام. طب حضرتك برضو في المحاضره كنت بتتكلم على اللي هي الفايف ار، الفايف اس، البي دي سي اي والدي ام اي سي. دي مبادئ تندرج تحت اللين ولا دي مبادئ عموما في الورك فلو او في التولز بيستخدموها لو انت بتطبق اللين؟ يعني هو يقول لك انا عندي مثلا عايز اطبق اللين، فعندي مشكله احلها ازاي؟ بيقول لك طبق ان انت ما تسالش المشكله ايه، لا اسال المشكله سببها ايه، طب سببها ايه، طب سببها ايه. طب يعني انت مثلا عندك، انت ما جيتش النهارده والله حصل مشكله كذا مثلا المواصلات، طب ليه؟ عشان السياره تحت ما فيش سياره. طب نقدر نحلها ازاي؟ ما
توافقش على اول اجابه، اسال كذا السؤال ورا بعض. طب الاجابه كل ما يجاوبك اجابه قول له طب اشمعنى، وهكذا تدخل معاه افيه لحد ما تعرف سبب المشكله وتبدا تتعامل معاه. تمام. طيب علاقه الانترنت بروجكت ديليفري اللي هي الاي بي دي علاقتها مع اللين مانجمنت؟ علاقتها تمام، علاقتها ايه مع اللين مانجمنت؟ يعني هي هي الفكره كلها اللين بيديك ادوات للاداره. الانتجريتد بروجكت ديليفري نقدر نقول ده اسلوب من اساليب العقود. يعني في اسلوب من العقد مثلا تقول له ايه، انا هدي الشغل للمصمم والمصمم هيدي لي الكونستراكشن وحاجه كده. لا هنا بقى خلاص بقينا نتعاون مع بعض في ان احنا نطلع الشغل كله مع بعض، يبقى حاجه واحده والشغل كله بيطلع باسمها كله مره واحده. فده تقدر تقول ده اسلوب العقد وده اسلوب الاداره، والبيم دي الادوات اللي انا هستخدمها. تمام. طيب ما اخر سؤال، حضرتك قلت اصلا ان اللين عموما هو نظم من انظمه الاداره لتقليل الفقر. طب كده هو بالنسبه لي ايه الفرق بين اللين وبين الفاليو انجينيرنج؟ ما الاثنين بيتكلموا في نفس النقطه. لا بص، هي الفاليو انجينيرنج حاجه جميله جدا، يعني عشان ما حدش يشتم ولا حاجه، بس هي في دول كتيره بتقول لك لا انا مش عايز الفاليو انجينير ده خالص. يعني المانيا مثلا مش معترفه بالفاليو انجينير. ليه؟ هو بيقول لك ليه اصمم وبعد كده اجيب مكتب تاني اعيد التصميم، هو يصمم من اول مره خلاص، اشوف افضل مكتب ممكن يصمم. المكتب اللي عمل الفاليو انجينير ده هو اللي صمم التصميم الاولاني. تمام. فهو الفاليو انجينير مش هو ده اللي مقصود باللين. اللين مقصود به اسلوب اداره واسلوب حياه واسلوب، يعني انت تحاول تفكر في كل الحاجات اللي احنا قلناها النهارده في حياتك العامه، في حياتك الشخصيه، في الوقت. مثلا انت مثلا عايز تقرا كتاب وانت عندك ستايل معين في قراءه الكتاب، ان انت مثلا تشغل فيلم قبليه او كده، او مثلا اقول لك ايه، انت متعود وانت بتعمل حاجه لازم في حاجات تانية. مثلا انت ايه، قبل ما تذاكر لازم تقعد تسمع مثلا ام كلثوم نص ساعه قبليها، وفي اخر ما تذاكر تسمع عبد الحليم، فانت كده بتضيع ساعه في النص. تمام. في واحد يقول لك ايه، انا قبل ما اذاكر، انا قبل كده حصل قصه طويله كده، واحد اضطريت ان انا اذاكر معاه، لا انا قبل ما اذاكر لازم اشرب سجاره، لا قبل ما اذاكر لازم اخد حمام، لا وهكذا. ففي وقت كتير جدا بيضيع، فلو انا شفت الوقت ده اوفر وقت كتير قوي للموضوع المذاكره. فده احنا بنطبق اللين، تبدا تفكر في الحاجه دي، انا المشوار ده ليه بياخد مني ساعتين عشان انا بعمل كذا وكذا وكذا، ايه اللي ممكن اشيله يوفر معايا اقل، وهكذا. فهيبقى اسلوب حياه. فلذلك لو مشيت بيه وجيت تدخل اي امتحان في اللين خلاص ده هو ده حياتك كلها، فبتلاقي الاسئله كلها بسيطه جدا يعني، بس المهم ان انت تطبقها في حياتك. طب يبقى كده اللين عموما يعني ارتباطه القوي بالبيم عن طريق السي بيم ولا السفن دي بيم؟ اول الفكره كلها ان اللين اداني اساليب لتوفير الوقت والاداره والحاجات دي كلها. طيب هو دلوقتي مثلا بيقول لي اعرض لهم في حاجه تو دي، يعني انا لو جبت الصوره ديت، الصوره دي، ده كده ده لين. هو بيقول لي اعمل ورقه بالشكل دوت. لما انا اجيبها له بشكل افضل، اجيبها له حتى على موقع نت، اجيبها له بالبيم، خلاص انا كده قدرت اقدم اللين بشكل اقوى. هو اللين بيقول لي ازاي تعمل حاجه اني افضل، اني اسلوب اني افضل. هنا انا بدات الاقي اداه بتعمل الموضوع ده افضل. يعني لو انا لقيت برنامج اوتوماتيك اول ما بقول له انا عندي مشكله، يقول لي طب ايه، فكر معايا نعمل البلان، نعمل الدو، نعمل وهكذا، يمشي معايا الخطوات ديت لحد ما يوصل للنتيجه النهائيه. على سبيل المثال مثلا في اللين مثلا موضوع الكامبان ده اللي هو انت بتعمل فيجوال بروجرس، انا لقيت تريلو ده بيحقق لي نفس اللي احنا بنعمله، فبقينا شغالين بيه، وبقيت انا عندي ملفات كده حتى شغالين بيه في البحثين المصريون. انا عندي بقى عندي اساليب. يعني الكامبان ده الفكره دي ينفع تعملها بورقه وقلم؟ بيقول لك هات ورق ملون واحمر واخضر واصفر وابدا الزقه على الحيطه. وفي شركات المانيه ويابانيه وشركات كوريه شفتهم شغالين بالاسلوب دوت، على الحيطه كده بيلزق الورق. انما طب لما تعمله بالتريلو عندك على الموبايل يبقى افضل، لو تقدر تعمله في البيم يبقى افضل، وهكذا. فاللين بيديني اساليب افضل لتحقيق اللين، لان اللين اصلا مبادئ عامه. فلما تيجي في قطاع زي قطاع المقاولات بتستخدم الادوات اللي موجوده فيه. انا هو ملوش علاقه ببعض معين في البيم؟ لا ليه علاقه طبعا، بس هو الفكره كلها دي ادوات هتحقق لي الحاجه اللي انا بفكر فيها في الكامبان. يعني الكامبان مثلا بيقول لي اعمل لي 3 دي فيجوال، خلاص هو بيحققها لي. بيقول لي طبق لي مثلا مبادئ معينه، بيبدا اللاست بلانر بيبدا يحققها لي. بيقول لي اعمل لي اللي هي فيجوال كنترول، البيم بيحققها لي. تمام. المهم ان انا ال 14 مبدا دول ابقى فاهمهم كويس وفاهم الادوات اللي موجوده في اللين وابدا اطبقه ان شاء الله. تمام. جزاكم الله خيرا يا باشمهندس، للاسف على الاطاله.
لا لا تحت امرك دكتور. السلام عليكم. سمعني كده كويس؟ ايوه انا للاسف يعني المشكله في دخلت كذا مره وخرجت يعني النت مش استيبل يعني ما حضرتش المحاضره كلها رحت شفتها من على الفيسبوك. الله يكرم استاذ. الله يبارك فيك. كان بس بالنسبه للشباب طبعا يعني في عندك اللين عندك الاجايل في عندك السكس سيجما برامج كتير زي اللي اتكلمت عليها السلاك والتريلو والحاجات دي يعني صراحه مفيده جدا للي هو يعني ايده في الشغل بشكل عملي وفعلا عاوز يطلع كواليتي مع الويست اوف تايم. تمام. فطبعا بالنسبه للمانجمنت باللين البنسز بتاعته عاليه جدا والاستفاده منه بشكل مش طبيعي لو الناس اهتمت بيه فعلا وحطته من الاولويات اللي مع البي ام بي ومع البي ام اي في حاجات كتير وهم معترفين بيه زي ما حكيت. لكن ان هو يحطه ويبقى تارجت معاه في الشغل يعني هيحقق له منافع كتير جدا على المدى الطويل وليس القصير، على المدى الطويل في مشاريعه وفي حياته كمان زي ما حضرتك قلت من شويه. فالمانجمنت في الجزئيه دي منافعها عاليه جدا جدا ما يفش اتخيلها. انا زي ما بقيت حضرتك كلام جميل جدا فعلا. الف شكر يا دكتور. الله يكرمك يا دكتور. سعد. طيب في الشات المهندس محمد بدوي ومشكورا بعت لنا موقع اسمه فيلد واير، ده فيلد مانجمنت سوفت وير فور كونستراكشن تيرم. ده هيحقق او يساعد في تطبيق فكره اللين. في برضه بتاع زي بيلدر، ده منتج مصري جميل جدا اشتغلت عليه كويس جدا، برضه بيحقق حاجات كتير جدا من موضوع اللين وبينظم لك الشغل وبيربط بين الاقسام كلها وبين بعض. طيب في سؤال جاي على الشات برضه وبعد كده ناخد الاسئله اللي موجوده. في سؤال بيقول ما تعدل الادوات والطرق من اين نبدا؟ هل هناك خطه او ينفع ابدا باي واحده؟ انا دلوقتي عندي مشكله فممكن استخدم ديت، هل ممكن المشروع يخلص وما استخدمش اداه من الادوات؟ بالشرط. تمام. يعني مثلا انا ما حصلش عندي مشكله وما اضطرش اروح للباك ايوكي مثلا او ما حصلتش مشكله عشان الجا للفور ام، بس لو رجعت في الفور ام هلاقي الورقه دي اطبعها وابدا افكر هل المشكله دي بسبب اشخاص ولا بسبب ماشين ولا بسبب الطرق ولا بسبب الماتيريال ولا بسبب اخرى. تبدأ تكتبها توصل لسبب المشكله، هتلاقي ان ده ما فيش مشكله غير ديت، هي دي عندنا مشكله. لما بنطبق الموضوع ده غالبا بنلاقي مشكله في الماتيريال، جت مش مظبوطه، جت متاخر وهكذا. تمام. ممكن المشروع يخلص وما استخدمهمش. ممكن انت عندك ادوات كتيره، ممكن واحده فيهم احتاجها وما احتاجش الثانيه، بس انا بنصح باللاست بلانر على طول يعني، لان هو ده حاجه كويسه جدا. كامبان برضو استخدمه بشكل مباشر من اول ما بدا المشروع. انما مثلا دي بتحصل لما تحصل مشكله او الفايف واي، لما تحصل مشكله هنا ابدا جربها في ان انت تنظم المكتب بتاعك، في نظم الاوضه، نظم المطبخ زي ما انت عايز. تمام. طيب هناخد لو حد عايز صوت. باشمهندس عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشكر حضرتك على المحاضره الجميله دي، بصراحه انا استفدت كتير منها. تسلم يا استاذ. ربنا يخليك. هو انا طبعا كنت الحته المهمه، هل السكس سيجما ممكن تغنيني في بعض المراحل عن اللين؟ طيب انت لو حضرتك اقل عموما او شمولا من اللين، لان اللين مثلا مبادئه كتير لكن السكس سيجما خطواتها ممكن. طيب انا 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 مع حضرتك والاجابه جاهزه، بس عشان بس الناس، ممكن حضرتك تعرف لي ايه هو السكس سيجما؟ السكس سيجما عندي هدفها ان انا اقلل الديفكتس اللي في المنتج عندي. ده مظبوط. هو طريقه القياس بحيث ان انا اتاكد ان انا ملتزم بالمعايير الموجوده. تمام. هو ده جزء من اللين ممكن تكون اشمل شويه، بلاش نقول اشمل، نقدر نقول دول فلسفتين. ولو دورت على النت هتلاقي ان في ناس كتيره بتطبق السكس سيجما مع اللين، مفيش تعارض بينهم خالص. تمام. يعني ممكن تبقى من جوه اللين، عايز تخليهم الاثنين مع بعض بنفس الراس براس، بس لو دورت على النت هتلاقي ناس كتير بتتكلم اللين والسكس سيجما. تمام. هو السكس سيجما كل همه ان انا ابقى ملتزم بالمعايير، اكون ملتزم بالمعايير. تمام. هتلاقي ناس كتير حاطه كتب وحاطه افكار وحاطه حاجات لين سكس سيجما، الاثنين يتطبقوا مع بعض. حتى كان لسه واحد عمل مقارنه في السعوديه بين اللين وسكس سيجما اللي انا الافضل. تمام. طبعا لو عندك فكره في اي مجال عايز تطبقها ممتازه جدا، بس سكس سيجما ما
موجوده في قلب اللين. ولو خدت السيكس سيجما كلها لانها حاجه قويه جدا وطبقتها مفيش اي مشكله خالص، لو طبقتها في المشروع بتاعك تبقى زي الفل. هو طبعا احنا بناخد الجزء الخاص بالخطوات ممكن بتاع السيكس سيجما اكتر من قصه ان انا اقعد احسب اخطاء، لان انا مش مصنع او عندي خط انتاج. انا بستفيد من خطوات السيكس سيجما، يعني انا بصراحه طبقتها في تصميم مشروع كانت مفيده معايا جدا في مشروع تصميم في فندق. الخمس خطوات بتوع السيكس سيجما كانوا بصراحه وصلونا لنتائج انهم خلوا المشروع يعني في الديزاين في مراحله الاخيره اتطور بشكل افضل من ان احنا كنا شغالين المراحل التصميم العاديه. صح صح، بدل ما تطلع اللوح غير اللي مطلوب وبتاع، لا بنحط قواعد معينه ونشتغل بيها. وهتلاقي هو في لين سيكس سيجما انستيتيوت، في معهد مختص بالموضوع دوت، تمام؟ يعني في معهد مختص بالسيكس سيجما مع اللين، هتلاقي معهد تاني مختص باللين مع البيم. لكن لسه ما فيش حاجه ظهرت خالص ماسكه السيكس سيجما مع البيم على طول. لا لا، في احنا كنا ممكن نعمل محاضره عنها، بس انا حبيت ان انا اللين تقدر تطبقه في حياتك كلها، انما السيكس سيجما مختص اكتر مثلا بالصناعات وحاجات زي كده، فممكن نخلي في محاضره خاصه بالسيكس سيجما. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. في سؤال؟ في حد بيسأل هل يوجد افكار لتطبيق اللين في قسم المناقصات وحساب الكميات؟ انت عندك الافكار اهوت، وتبدا في كل قسم عندك تبدا تطبقها. ممكن تطبق الافكار في السيفتي، في حساب الكميات، في المناقصات، ان انت تختار بينهم وهكذا. ممكن حتى ترتب الملفات بتاعتك، ترتب الشغل بتاعك، ترتب كذا من خلال مثلا 5S مثلا. استاذ محمد انا هحك سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ محمد، حياكم الله. شكرا كثير على المحاضره الحلوه هذه. هو الحقيقه انا يعني السؤال اللي كنت اساله يمكن ساله احد الزملاء قبل، اللي هو كنت انا بدي اسال انه ايش الفرق بين اللين وبين البرامج الاخرى اللي تتعلق بالبروجكت مانجمنت، الفاليو انجينيرنج. انا اللي شفت الافكار هي واحده كلها يعني بتتمحور حول اربع نقاط، اللي هي موضوع الكوست وموضوع التايم وموضوع الكواليتي، فكلها بتصب بنفس الاتجاه هذا. انا صراحه الموضوع اللي ما دخلت فيه، انا اللي دخلت فيه موضوع الانجينيرنج فاليو وموضوع البروجكت مانجمنت. شفت الافكار هي تقريبا كلها بتتمحور نحو المواضيع هذه. شكرا. تمام تمام، تحت امر. معلش للمداخله الثانيه يا باشمهندس عمر، بس كان في سؤال عن كيفيه تطبيق اللين. هل بيبقى عن طريق فورمز اكسل ولا سوفت وير زي ما حضرتك ذكرت كده، التريلو وال او ويب سايت زي الزد بيلدر، ولا ايه بالظبط بيتم التطبيق ازاي؟ بص يا فاضل، لو انت جبت ورقه الوان وعملتها كده انت حققت الفكره. يعني لو انت اهي دي كده، لو انت جبت ورقه والوان، المهم ان انت قدرت توصل للحاجه زي الفل. يعني انت لو جبت دي وطبعتها وبدات ترسم عليها الافكار ديت، هتوصل للحاجه اللي انت عايزها. لو انت جبت ورقه بيضاء الوان اي حاجه ما عنديش مشكله، هي مجرد فكره. هي تطبيق الفلسفه او المنهجيه باي شكل. تمام. انت بقى عايز تعملها ورقه بيضاء، عايز ورقه الوان، عايز ترسمها على الحيطه، عايز تستخدم برامج الريفت. يعني ممكن تبدا ايه تلون بعض العناصر معينه في الريفت. انا تقريبا بعملها كل اسبوع، الشغل اللي فيه اللون والشغل اللي مدي اللون واللي لسه هنشتغل فيها ندي اللون. تمام. فانت بتبدا تشوف طيب. تمام يا استاذ، فمفيش مشكله ان انت تستخدم التولز اللي انت عايزها، حتى ممكن تستخدمه بالاكسل مثلا. الاكسل اداه قويه جدا، تقدر تعمل بيها اللي انت عايزه. تمام تمام، متشكر جدا يا هندسه. شكرا لحضرتك، الله يكرمك. اعتقد كده مفيش اسئله تاني، فدي ان شاء الله بكره معانا مع الباشمهندس وليد ياسين، محاضره شيقه من محاضرات البيم، هيتكلم عن موضوع السستينابيلتي ديزاين اللي هو 6 دي. تمام، فان شاء الله الاسبوع كله مثمر باذن الله، وان شاء الله الامور تبقى ميسره باذن الله. شكرا لكم جزيلا استاذ محمد. شكرا باشمهندس عمر على المحاضره الرائعه دي، وان شاء الله فانت انا نزلت الرابط بتاع تسجيل الحضور النهارده. تمام، اتمنى الناس تملاه، وهنستمر 5 دقائق بعد الانتهاء. وان شاء الله احنا بكره باذن الله موعدنا
مع المهندس وليد ياسين، ومحاضرة إن شاء الله قوية جدا، نتمنى حضوركم يعني. وبشكركم جدا على الحضور، وبشكر حضرتك على المحاضرة الرائعة دي، وإن شاء الله الأسبوع يكون إن شاء الله مثمر كله بالمحاضرات القائمة إن شاء الله. في حد بيسأل ايه هي المناهج الاخرى للإدارة؟ لو دورت على النت هتلاقي اساليب كتيرة جدا لموضوع الإدارة. هتلاقي عندك مثلا الاساليب، مثلا البي ام بي، اسلوب البي ام بي بيمشي كل مرحلة ورا بعض. في اسلوب الاجايل، ده من الاساليب القوية جدا بالذات في عمل السوفت وير. ممكن يعني محتاج فلترة شوية لما تيجي تطبق كونستراكشن، لان هو مش بيهتم بالورق اكثر من مهتم بالتنفيذ. طبعا بتوع الاجايل هيزعلوا، بس يعني ما بقولش ان هو مش هينفع يطبق في الكونستراكشن، بس يتطبق بشكل قوي وبيعمل نتائج قويه جدا. بس محتاج ايه اللي طبقه يكون فاهم كل حاجه تنفع تطبق ولا ما تنفعش، ويبدا يتعمل لها فلتره. يعني هو ممتاز جدا موضوع الاجايل وموضوع اللين برضو، دي اساليب اداره كويسه جدا، واصبح مطلوب جدا في سوق اصبح المشروع تمام اصبح المشروع مطلوب المشروع عشان تاخده من الحكومة لازم يكون معمول باللين. يعني أصبح من ضمن الشروط إن أنت تاخد المشروع. شكرا دكتور إبراهيم، شكرا دكتورة أميرة على حضوركم، وشكرا لجميع حضور. مهندس محمد بدوي مشرفنا موجود معانا بالحضور. دكتورة أميرة اتفضلي. أنا بس حابة أشكركم على المجهود الرائع اللي أنتم بتعملوه، يعني بجد مجهود رائع ومشرف، بتحاولوا توصلوا للمادة العلمية بطريقة سهلة وميسرة جدا خالص. الشكر ليكم جدا، يعني ده كان بس تعليقي، وبشكر كل المنظمين على التنظيم الرائع دوت، أشكركم جدا. ألف شكر حضرتك يا دكتورة، سعيدين بوجود حضرتك. خالص الشكر ليك يا باشمهندس، أشكركم. يا ريت لو أي حد عنده اقتراحات في الفورم المهندس محمد مازالو، فيا ريت الناس أي اقتراحات يكتبها لنا. تمام، احنا بنحاول نحل مشكله الناس بتضايق منها، موضوع بتاعت ان الناس عدد قليل ومش قادره تحضر. احنا هنخلي عدد قليل زي ما هو، بس ان شاء الله نلاقي حلول للموضوع دوت، موضوع شهادات، ويبقى في فورم موجود ليها، وكل الحاجات دي ان شاء الله هنبدا نعمله باذن الله. فاحنا شغالين بنظريه اللي هو التطوير المستمر. طيب، فان شاء الله يعني ايه نوصل لحاجه كويسه باذن الله.